بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم زملائي الأعزاء. أنا الدكتور مؤمن عبد الفضيل، مدرس الباطنة العامة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الثانية من الأنيميا. إحنا زي ما قلنا قبل كده، الأنيميا دي من المواضيع المهمة جدا. موضوع إنك أنت أيا إن كان تخصصك بعد ما هتتخرج هتشوفه يوميا كتير جدا، فموضوع باختلاف أشكاله لازم هنتعامل معاه. النهارده هنبدأ نتكلم بإيه؟ بحاجة اسمها الأبلاستيك أنيميا. الأبلاستيك أنيميا دي زي ما أنا حاطط الصورة كده، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. الفكرة كلها في الأبلاستيك أنيميا إن إحنا المصنع بدأ يبوظ، بدأ ما يصنعش بصورة كافية. يبقى إحنا مشكلتنا في إيه؟ إن اللي خارج من البون مارو اللي هو المصنع الرئيسي بتاعنا قلنا بدأ إن هو ما يصنعش كويس. طب هيحصل إيه؟ بانسايتوبينيا. ما هو بقى كل اللي طالع من المصنع ده هيقف بانسايتوبينيا، يعني هيبقى عندنا الهيموجلوبين هيقل ويحصل انيميا، الليوكوسيتيك كاونت هتقل والبليتليتس هتقل. ايه تاني؟ شكل الخلايا اللي طالعه في ايه؟ انا ما عنديش مشكله في الانتاج كشكل، انا عندي مشكلتي كلها في العدد، لكن الشكل الحبه اللي بيطلعوا سلال، ما فيش مشكله. طب لو جيت اعمل ابص على البون مارو بقى هشوف هلاقي ايه؟ هلاقيه هايبو سيلولر. لو خدت مثلا بايوبسي او حاجه من البون مارو هلاقيه ان هو هايبو سيلولر. قلنا الابلاستيك انيميا دي بيحصل عندي بسبب سبريشن للبون مارو، ده في حاجه منع البون مارو ان هو يبدا يطلع انتاجه الصحيح. ممكن عندي يكون ان هو يبدا من الاول خالص كل الحاجات مش شغاله، كل الحاجات الخطوط الانتاج واقفه، وممكن لا يبدا ان هو خط انتاج واحد واقف وبعد كده يبقوا اثنين ويبقوا ثلاثه. يعني احنا مثلا ممكن العيان يكون عنده في الاول انيميا بس، وبعد كده نلاقي ان هو بيزيد معانا، بنلاقي ان بيحصل ثرومبوسايتوبينيا وليوكوبينيا. فما فيش اي مشكله ان احنا هتكون دي بعد كده ابلاستيك انيميا، لان هي الحاجات مش شرط كلها تيجي في نفس الوقت وبنفس الدرجه. طب ايه الاسباب بتاعتنا؟ أول سبب بالنسبة لنا وأشهر سبب شيوعا ايديوباتيك. ايديوباتيك دي هتيجي إيه؟ قال لك دي غالبا كده حاجة اميون ميديتد اوتو اميون سبريشن هيحصل عندي للبون مارو، وهو دي شكلها كده بالتي سيل هتبدأ هي اللي تعمل لي سبريشن الموضوع ده كله. طيب كده بس؟ لا، ده أنا ممكن يكون في عندي دايركت افكت على الستيم سيل. في حاجة بقى غير الاوتو اميونيتي، ده أنا في حاجات بتروح تهاجم الستيم سيل بتاعت البون مارو وقصده. ايه زي ايه؟ كل الناس اكيد سمعوا قبل كده ان المرضى بتوع الاورام، ربنا يعافينا جميعا، المرضى بتوع الاورام لما بييجوا ياخدوا اشعاع او لما بييجوا ياخدوا كيماوي يقول لك ده حصل انك عندك بدا يجي له انيميا وبدا يجي له ليوكوبينيا وبدا، اكيد انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده بصوره او باخرى. بس فهو احنا عندنا بالنسبه للراديوثيرابي وبالنسبه للكيموثيرابي توكسينز دراجز، الحاجات دي كلها ممكن بصوره او باخرى تبدا ان هي تعمل افكت على البون مارو وتخلي الانتاج بتاعه يقل. وفي عندي امراض بتعمل كده برضو زي السيستيميك لوبس، برضو ممكن تعمل تاثير على البون مارو. وعندي في مرض اسمه باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا هنتكلم عليه كمان شويه وهنعرفه. ده مش كده بس، ده انا عندي في فيروسز بتعمل انهبيشن للبون مارو زي مثلا باربو فيروس. هنلاقي ان باربو فيروس ده من الحاجات اللي ممكن تعمل برضو انهبيشن للبون مارو وتعمل لي ابلاستيك انيميا. طيب ايه الاعراض؟ هي مش محتاجه كلام كتير. هو العيان ده ممكن الاول ما يكونش حاسس بحاجه، وهو انا عندي المصنع وقف خلاص. الاعراض ايه؟ نتيجه نقص الانتاج. المصنع كان بينتج ايه؟ بينتج هيموجلوبين، خلاص يبقى في عندي انيميا بكل اعراض الانيميا. الويكنس بقى والفتيج والبالبيتيشن والكلام ده كله. طيب تاني حاجه عندي بينتج وايت بي سيز، كل اعراض نقص الوايت بي سيز يبقى هيحصل عندي ريكرنت انفكشنز، بكتيريال وفانجل كل الانفكشنز هتبقى موجوده. طيب ايه الحاجه الثالثه؟ بينتج بليتلتس. طب يا بليتلتس بيحصل ايه؟ البليتلتس المفروض بيبقى المفروض ان هي بتمنع النزيف، وبالتالي هيبقى عندي المريض ده عرضه للنزيف، وهتلاقي عنده ان هو في ميوكوزال وسكين بليدنج موجود، ثرومبوسايتوبينيا هتبدا تعمل لي الكلام ده. طيب امتى بقى ابدا اقول
ان دي سيفير، ما هي الاعراض غالبا هتبدا عندي لما تكون ايه مودريت او مودريت تو سيفير، يعني مش من الاول خالص هتكون الاعراض واضحه وظاهره. امتى بقى هتكون سيفير؟ هتكون سيفير اما النيوتروفيل كاونت يقل اقل من 500، هو الطبيعي بتاعنا من 1000 ونص ل 8000، وبليتلتس تقل اقل من 20000، والطبيعي من 150000 ل 400000. او الريتيكولوسايتس احنا عارفين ان الطبيعي بتاعنا كان حوالي 2-2.5%، هنا هتبقى اقل من 1%. واخيرا في حاجه اسمها البون مارو سيليولاريتي، ودي بتبقى اقل من 20%، والطبيعي عندنا من 30-70%. يبقى احنا عندنا الحاجات هتقل بصوره ملحوظه، احنا مش بنتكلم في قلل بسيط، لا ده بصوره ملحوظه جدا. اللاب فايندنجز بتاعتي منطقيه جدا. اول حاجه اما هاجي هبص عندي في السي بي سي هلاقي في بانسايتوبينيا، كل الاليمنتس ناقصه، الهيموجلوبين واللوكوسايتس والبليتلتس. ولكن زي ما احنا متفقين مش شرط الثلاثه يجوا مع بعض في نفس الوقت، ممكن تبدا بحاجه او بحاجتين لغايه ما يكملوا الثلاثه. طيب ايه اخبار الريتيكولوسايتس؟ ما احنا متعودين اما بيكون في انيميا على طول البون مارو بيحاول ان هو يحوط ويحافظ على اللي موجود. طيب بيعمل ايه؟ بيروح بيطلع ريتيكولوسايتس. طب هل هنا حصل من عندي انيميا طلع ريتيكولوسايتس؟ لا حضرتك، هيطلع ريتيكولوسايتس ازاي؟ ما هو انا عندي اصلا المصنع واقف، يبقى مش هطلع ابدا بدايه الانتاج. ما الريتيكولوسايتس دي مرحله الاولى من مراحل الانتاج، يبقى هيكون عندي ريتيكولوسايتوبينيا مش ريتيكولوسايتوزس. ماشي، هنلاقي النيوتروفيلز قليله والبليتلتس قليله والهيموجلوبين قليل، ولكن هل في عندي شكل غريب؟ لا مفيش شكل غريب. هل في عندي اماتيور سيلز زي بلاست سيلز مثلا اما هتدرسوا محاضره اللوكيميا او كده؟ لا، هو الفكره كلها ان انا لما بطلع بضعف، بطلع كميه بسيطه، ولكن الكميه اللي بتطلع دي شكلها طبيعي والماتيوريشن بتاعها طبيعي. طب لو جيت اعمل عندي بقى بون مارو اسبريت وبدات كده اخد عينه من البون مارو نفسه، هلاقي ان هو هايبو سيلولار، مفيش خلايا بتاعه انتاج البلاد كومبوننتس موجوده، او مش مفيش، هنقول ان هي قليله، ولكن الشكل بتاعها طبيعي ما فيهوش اي مشكله. مهم جدا موضوع ان شكلها طبيعي ده، انا ما عنديش مشكله في الشكل، لان هنلاقي في عندنا امراض ثانيه هيكون في مشاكل في الشكل، لكن هنا ما عنديش مشكله في الشكل، انا مشكلتي الوحيده في ان هو الانتاج ضعيف. الديفرنشال دايجنوزس، انا ايه اللي ممكن يلخبطني بالنسبه للابلاستيك انيميا دي؟ هتلخبط مع ايه؟ انا ممكن اتلخبط مع اي حاجه تعمل بانسايتوبينيا، مش هو دي البيكتشر اللي انا بشوفها؟ طيب انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان انا عشان اقول ابلاستيك انيميا ان يكون الابلاستيك انيم البانسايتوبينيا دي حاصله بسبب نقص في انتاج المصنع. طيب لو هي قصه مش في كده، لو انا المشكله عندي ان مثلا ان كان عندي في سبلين عمال بيكسر في البلاد كومبوننتس كلها، في هايبر سبلينيزم، هو المصنع عمال شغال وبيطلع بس المشكله ان السبلين بيكسر، دي بتبقى حاجه ثانيه، ده يبقى سبب ثاني، يبقى اسمه ده بانسايتوبينيا ولكن ما اسموش ابلاستيك انيميا. طيب مش عندي مثلا كنا قلنا قبل كده ان الفيتامين بي 12 والفوليت دول اللي بيعملوا ميجالو بلاستيك انيميا ممكن في نفس الوقت بيعملوا ان هم محتاجينهم في الماتوريشن في بقيه البلاد كومبوننتس، وبالتالي لو حصل عندي فيتامين بي 12 او ميجالو او فوليك اسيد ديفيشنسي ممكن بجانب الميجالو بلاستيك انيميا اللي هتتعمل دي هنلاقي ان هو هيحصل بان سايتوبينيا وكل البلاد كومبوننتس هتقل، يبقى عندي كده. يعني انا فهمتك كده، يبقى انت عايز بتكلمني وبتقول لي ان الموضوع شرط ان البان سايتوبينيا تكون طالعه بسبب ان هو نقص في الاعداد اللي طالعه من المصنع، مع الحفاظ على ان الشكل يكون سليم. هنلاقي مثلا ان في عندي حاجات زي اللوكيمياز هتدرسوها بعد كده، بيبدا عندي المصنع يبوظ وهيبدا يطلع حاجات تانية، بيطلع حاجه اسمها بلاست سيلز وبيكون في اشكال مختلفه، هتدرسوا اللوكيميا بالتفصيل. دي مش الابلاستيك انيميا، دي حاجه تانية، ده كان حاصل بانسايتوبينيا بسبب مشكله تانية اصليه،
وهنلاقي برضو حاجه اسمها هيري سيل لوكيميا، دي هتلاقي فيها برضو حاجه اسمها هيري ليمفويد سيلز وسبلينوميجالي. الكلام ده هتدرسوه بالتفصيل في وقته، مش محله دلوقتي. هنا دي تجميعه كده لاسباب الابلاستيك انيميا اللي احنا قلناها واسباب البانسايتوبينيا اللي احنا قلناها. تريتمنت، هعالج بقى الابلاستيك انيميا دي ازاي؟ اقول لك والله هي دي لو كانت الحاله بسيطه مفيش مشكله، الموضوع الاعراض مش جامده قوي، ساعتها انا بس هعمل سبورتيف كير. سبورتيف كير ازاي؟ انت مشكلتك في ايه؟ مشكلتي في ان الحاجات الانتاج بتاع المصنع قليل، خلاص هدي حاجات تحفز انتاج المصنع. انا عايز احفز انتاج ايه؟ والله انا عايز احفز انتاج الار بي سيز وعايز احفز انتاج الواي بي سيز، فهروح مدي اريثروبويتيك جروث فاكتورز او مايلويد جروث فاكتورز. الحاجات دي هديها هتحفز البون مارو ان هو يبدا يطلع الحاجات بتاعتنا الاصليه ويعوض. طب هل دول خلاص بقوا كافيين وظبطوا الدنيا؟ خير وبركه. مش كافيين ولسه برضو حتى بعد ما بدات كده والتاثير مش حلو، هنلاقي هنعمل ايه؟ هنضطر ان احنا بقى نلجا ان احنا نعوض بمكونات الدم نفسها مباشره. هتدي مثلا انيميا ادي ار بي سي ريد بلاد سيل ترانسفيوجن، عندك ثرومبوسايتوبينيا عنيفه ادي بليتلت ترانسفيوجن. طيب لو عندي انا مثلا الليكوسايتس قليله هعمل ايه؟ والله الليكوسايتس قليله في حد ذاتها انا مش هتعامل معاها قوي، الفكره كلها ان انا هكون لايبل فور ريكرنت انفكشن، فيبقى في الحاله دي من فضلك ادي انتي بايوتكس وعالج الانفكشن بصوره سليمه وصحيحه في هذا التوقيت. طيب عندي ايه تاني؟ والله لو العيان ده صغير سنه اقل من 40 سنه وعندي لقيت له حد متبرع بالبون مارو ويقدر هو يكون اتش ال اي ماتشد، ساعتها ممكن ان انا اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن. طيب لو هو اكبر من 40 سنه خلاص اسيبه ارميه؟ لا، في الحاله دي انا مش هقدر ان انا اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن، ومش كده بس، ده انا ممكن كمان واحد اقل من 40 سنه بس مش لاقي له متبرع مناسب ليه. ده هعمل مع ايه؟ في الحاله دي لو انا عندي سيفير ايديوباثيك ابلاستيك انيميا لازم بقى حدي اميونو سبريشن وحدي كورتيكوستيرويدز، الحاجات دي هتبدا انها تعمل تقلل البروسيس. ما احنا قلنا البدايه خالص كانت اوتو اميونيتي، فهتبدا تقلل الضرب اللي بيحصل في المارو ده وبيبدا المارو يستعيد عافيته مره ثانيه. طب عندي حاجه ثانيه في مرض ثاني مقارب للابلاستيك انيميا دي، هو مشابه ليه ولكنه ليس مماثل ليه تماما. ايه المرض ده؟ اسمه Adult Pure Red Cell Aplasia. من اسم المرض واضح جدا فيه ايه، بيقول لك ده Pure Red Cell Aplasia، الموضوع مش اكتر من الريد سيل، ده بيور صافي تماما، ما عنديش تاثير ولا على الليوكوسايتس ولا على البليتلتس. المرض ده بيكون ساعات اسوشيتد مع حاجه اسمها تايموما، التايموما دي بتبقى موجوده تايمس جلاند، في حاجه اسمها تايمس جلاند، او برضه انتوا ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده لو كنتوا سمعتوا مرض مايتينيا جريفيس، يعني بيبقى برضه مرتبط مع التايموما دي. طيب المرض ده بيكون مرتبط بالسايموما، في حالات ان هو لو كان كده لو عملت شلت السايموما دي هتلاقي الامور بتبدا تتحسن، كبيوريت اسيل ابليزيا دي تتحسن. وممكن كمان المرض ده يكون اسوشيتد ويز اوتو اميون ديزيز ثانيه. تمام، طيب هنعالجه بايه؟ والله ما هو واضح كده ان هو بما انه برضه شكله في اوتو اميون ديزيز وقاعد يعني سواء بيتكلم بقى في الامراض الثانيه اللي فيها اوتو اميون وهو نفسه بيتعرض للاوتوميون، طب يبقى احنا هندي برضه الاميون سبريسيفز زي الاستيرويد والسايكلوفوسفامايد والازاثيوبرين والسايكلوسبورين، فهي الحاجات دي اللي ممكن ان احنا ممكن نديها علشان نبدا نعالج. كده احنا خلصنا الابلاستيك انيميا. هندخل بعد كده في ايه؟ الهيموليتيك انيميز. هيموليتيك انيميز كتير، حاجات كتيره بيحصل عندي هيموليسيس في الار بي سيز. يبقى احنا مشكلتنا دلوقتي تحولت من انها مشكله في التصنيع ان هي مشكله ان الحمد لله ربنا اكرمنا البون مارو صنع وخلاص مفيش مشاكل، بس بعد ما صنع الار بي سي اللي طلعت بدات ان هي تتكسر. طب ايه بقى يعني ايه برضه فهمني يعني ايه هيموليتيك انيميا؟ اقول لك بص،
هو مش احنا متفقين قبل كده ان الار بي سيز دي بتقعد تقريبا اللايف سبان بتاعتها 120 يوم؟ طب لو حصل ان الار بي سي دي عاشت اقل من ال 120 يوم هيبقى بسبب ايه؟ بسبب انها اتكسرت. بس يبقى انت جاوبت عن نفسك. يبقى الهيموليتيك انيمياز دي عباره عن مجموعه من الامراض الار بي سيز فيها هيحصل انها اتكسرت وقعدت فتره اقل من ال 120 يوم. طيب بيحصل فين التكسير ده؟ التكسير ده والله ممكن يحصل في اكتر من مكان، ممكن يحصل في البون مارو، ممكن يحصل في الليفر، ممكن يحصل في السبلين. اكتر مكان عندنا بيحصل فيه تكسير هو السبلين. طيب كويس جدا. اما هيحصل عندي التكسير ده، بدا عندي الار بي سيز تتكسر وبدا يحصل انيميا، خلاص الجسم هيسلم؟ لا ابدا، الجسم عمره ما هيسلم، هيبدا يشد كل قواته ويحاول يخوض المعركه. هيخوضها ازاي؟ هيحاول ان هو يعوض الانتاج بتاع النقص اللي موجود، وبالتالي البون مارو ده بصوا كده يقدر يزود قد ايه؟ يقدر يزود الاوتبوت بتاعه من 6 ل 8 مرات عشان يعمل كومبنساتوري انكريز في الريد سيل برودكشن. طول ما احنا البون مارو قادر يعوض ومفيش مشكله، ما احنا زودنا 6 ل 8 مرات من الانتاج، حلو جدا، احنا في حاله كومبنسيتد هيموليتيك انيميا. امال لو بقى خلاص الهيموليسيس ده بدا يكون اكتر من الطاقه بتاعه الكومبنسيشن بتاعه البون مارو دي، هيحصل ايه؟ يبقى انا ساعتها هتحول الى مرحله الفرانك انيميا، انيميا واضحه صريحه لا تحتمل الجدال، وخلاص البون مارو قال لك انا ما بقتش قادر اعوض، خلاص انا وصلت لاقصى مرحله من مراحل تحملي. فين بقى السايتس اوف هيموليسيس؟ هقدر اكسر الار بي سيز دي ازاي؟ هتلاقي عندي فيه عنوانين كبار جدا. اول عنوان اللي هو اكسترا فاسكولار هيموليسيس، ثاني عنوان هو انترا فاسكولار هيموليسيس. يعني ايه انترا فاسكولار هيموليسيس؟ يعني دلوقتي الهيموليسيس بدا يحصل جوه البلاد فيسلز نفسها. اما الاكسترا فاسكولار هيموليسيس، لا المشكله مش في البلاد فيسلز، المشكله ان البلاد فيسلز الار بي سي بتبقى ماشيه عماله تلف تلف في البلاد فيسلز مفيش مشكله، ولكنها بتبدا تدخل الريتيكولو اندوثيليا سيستم ومثلا تقابل السبلين تحديدا وتبدا تتكسر جواه. طيب يبقى احنا عندنا بالنسبه لو حصل اكسترا فاسكولار هيموليسيس خلاص المشكله في السبلين وفاهمينها. الانترا فاسكولار هيموليسيس بقى في ايه؟ المشكله في الانترا فاسكولار هيموليسيس ان انا بعد ما هيتكسر ده هيبدا يكون في عندي فري هيموجلوبين، الار بي سي اتكسرت هيكون في فري هيموجلوبين موجود جوه السيركيوليشن. طيب الفري هيموجلوبين ده المفروض ما يبقاش كده ماسك لوحده، بص معايا هنا كده هتلاقي ان هو هيبدا يمسك في حاجات اسمها جلوبيولينز، سواء الفا او بيتا جلوبيولينز اللي هم اسمهم هابتوجلوبين وهيموبيكسين. مسك في الهابتوجلوبين والهيموبيكسين علشان ما يكونش عندي فيه فري هيموجلوبين كده موجود وماشي في السيركيوليشن. طب وبعدين بعد ما مسك في الاثنين دول هيبدا ان هم الحاجات دي تعمل مع بعض كومبلكس. الهيموجلوبين ده هيروح مع الهابتوجلوبين ومع الهيموبيكسين دول ويروحوا يعملوا كومبلكس ويروحوا على الريتيكولو انسوليا سيستم، وساعتها هيختفي الهابتوجلوبين والهيموبيكسين اللي كانوا موجودين في البلد اللي هم كانوا المفروض اصلا بيمسكوا الفري هيموجلوبين. طب حلو، طب بعد كده هيحصل ايه؟ الفري هيموجلوبين ما بقاش في حاجه تلمه خلاص. طب ايه الحل؟ هعمل ايه ما طالما ما فيش حاجه تلمه؟ خلاص في الحاله دي هيبدا ينزل هو خلاص في اليورين ويعمل عندي هيموجلوبينوريا. اوكي تمام، يبقى احنا كده فهمنا. اول ما حصل التكسير بتاع الار بي سيز مسكوا في الهيموجلوبين، مسك في الهابتوجلوبين وفي الهيموبيكسين لحد اما خلاص بقت الدنيا ساتوريتد ما بقاش في حاجه ثانيه تمسك فيها، فبدا ان هو يبقى في عندي اكسس وينزل الهيموجلوبين في اليورين ويعمل هيموجلوبينوريا. طيب عندي ايه تاني؟ عندي خلاص دي اول حاجه، وعندي في بقى طبعا الانيميا. الانيميا بتظهر من الاول؟ لا مش بتظهر من الاول، ما انا قلت المارو ممكن يزود الانتاج 8 مرات من طاقته. طيب بعد ما كسرت الار بي سيز بدا يطلع منها ايه؟ بدا بيطلع بيليروبين. الله انت عايز تقول لي ان هيكون في جوندس؟ لا اصبر بس، هو مش زي اما البوم مارو زود 8 مرات انتاجه
وخلاص وحمى ان احنا يكون عندنا في انيميا ظاهره من الاول، لا ده انا عندي كمان الليفر هيزود الكباسيتي بتاعته بتاعه الكونجيوجيشن 8 مرات برضو عشان ما حدش يكون احسن من حد، وبالتالي ما يحصلش الجوندس غير بعد ما الليفر يقول بس خلاص انا مش قادر اقاوم اكتر من كده، في الحاله دي هيحصل جوندس. يبقى احنا طول ما الهيموليسيس بسيط يبقى احنا عندنا الانيميا ملحوقه والجوندس ملحوق، لكن كل ما الهيموليسيس يزيد ده معناها ان احنا خلاص عدينا قدره بتاعه التحمل بتاعه الليفر وبتاعه البون مارو وبدات الاعراض تظهر بصوره واضحه. ناخد بالنا من ايه؟ ان الهيموجلوبين اما بيكون فري ده بيحصل مع الانترافاسكولار هيموليسيس بتاع الهابتوجلوبين والهيموبيكسين والهيموجلوبينوريا والكلام ده كله مع الانترافاسكولار هيموليسيس، ده بسبب ان حصل تكسير الار بي سي جوه البلاد فيسل. طيب الانفستيجيشنز بتاعه الهيموليتيك انيمياز عموما كلها، والله هبص الاول بالبلاد بيكتشر، هبص على السي بي سي اخبارها ايه. هي الطبيعي انها نورموسيتيك، انا ما عنديش حاجه مأثره عندي على الحجم، ولكن ممكن تكون في نوع مرض واحد منها اللي هو الثلاسيميا تكون مايكروسيتيك، وهنعرف كمان شويه ليه، وممكن تكون ماكروسيتيك انيميا بسبب ان انا بيحصل عندي ان الفوليك اسيد ديفيشنسي. احنا متفقين قلنا قبل كده ان انا اما بيكون عندي في نقص او بيحصل هيموليسيس في الار بي سيز ساعتها اما هتيجي تكون ار بي سيز جديده بتحتاج لفوليك اسيد، وبالتالي بيحصل كونسامبشن للفوليك اسيد ستورز بتاعتي، وبيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ساعتها فوليك اسيد ديفيشنسي، وبالتالي يحصل ماكروسايتوزيس. كويس، طب ايه تاني ممكن يعمل ماكروسايتوزيس؟ هو مش انت قلت قبل كده ان وقت ما بيحصل الهيموليسيس بيكون عندي بتلاقي اللي يحصل ريتيكولوسايتوزيس؟ طيب واحنا متفقين من قبل كده ان انت من الاول خالص حجم كل لما يكون في بدايه مرحله التكوين بتاعه الار بي سي كل لما يكون اكبر، ومع مرور الوقت كل لما بتكون اصغر. فالريتيكولوسايت مرحله قبل مرحله الماتيور ار بي سي، وبالتالي هيحصل ايه؟ هيكون عندي ان هو الريتيكولوسايتس دي نتيجه انها بتحاول تطلع كتير عشان تعوض الانيميا اللي موجوده، هبص عليها الاقي حجمها كبير فهقول ايه ده؟ دي ماكروسايتوزيس. وزي ما الريتيكولوسايتس بدات عماله تزيد هيزيد معاها واحده معاها اخواتها اللي في البون مارو التانيين الواي بي سيز والبليتلتس اللي هو بسبب البون مارو هايبر اكتيفيتي. طيب ماشي خلاص احنا كده بصينا عرفنا الحاجات اللي هنلاقيها في البلاد بيكتشر العاديه. طب لو بصيت على البون مارو نفسه هلاقي فيه ايه؟ اخبار الخلايا اخبارها ايه؟ والله هي غالبا نورمو بلاست مفيش مشكله، ولكن ممكن تبقى ميجالو بلاست في حالات ايه؟ حالات الميجالو بلاستيك انيميا اللي هي الفوليت ديفيشنسي. ماشي، ممكن يحصل عندي بون مارو ابليزيا في حالات الابلاستيك كرايسس. ساعات كده في بعض الاحيان يحصل حاجه اسمها ابلاستيك كرايسس، ان هو انك انت عندك انيميا والامور ماشيه ومستقره وبعد كده تضافرت الاعداء كلها عليك وبدا يحصل عندي بون مارو ابليزيا، بدا يبقى حاجه مع حاجه، تلاقي مثلا فايرال انفكشن مع نوع معين من الانيميا وتدخل يعمل لك ابلاستيك كرايس. ماشي اوكي، في ايه تاني؟ عندي دلوقتي الار بي سي اتكسرت طلعت ايه؟ طلعت بيليروبين. البيليروبين هيزيد هيعمل لي جوندس، وزياده البيليروبين اندايركت اساسا. ماشي، ايه تاني عندي؟ هتلاقي طبعا احنا عارفين اندايركت اساسا لان هنا انت اصلا احنا غالبا بنعدي الطاقه بتاعه الكونجيوجيشن بتاعه الليفر. اوكي، طب عندي ايه تاني؟ اما طلع الانترافاسكولار هيموليسيس بدا يعمل يمسك في الهابتوجلوبين وفي الهيموبيكسين ويعملوا مع بعض كومبلكسات ويختفوا لحد اما انتهى، خلصوا خلاص بقوا ساتوريتد وبدا ينزل عندي في اليورين، بدا يبقى فيه هيموجلوبينوريا. وبرده من الحاجات اللي احنا عارفينها ان ال LDH ده من الماركرز بتاعه الهيموليس. حلو جدا. طيب معلش هنرجع تاني للبيليروبين، الترتيب بغلبنا شويه. البيليروبين هتلاقي ايه؟ ما
ما هو بيليروبين لما هيبدأ يقعد يزيد هيبدأ ينزل عندي في اليورين والستولز، يوصل ان هو يبقى ايه، يورو بايلينجن والستيركو بايلين. وبعد كده في عندي سبيشال تيست موجود لكل حاجه هنعرفها فيما بعد. طب ايه اسباب الهيموليتيك انيميا؟ احنا هنعرف كل حاجه بالتفصيل، بس خلينا عارفين ان انا عندي في اسباب انترا كورباسكولار، اسباب مشاكل في الار بي سي نفسها، وحاجات اكسترا كورباسكولار. يبقى يا اما الار بي سي نفسها هي عدوه نفسها، يا اما ان هي مشكلتها مع الاخرين. طب عدوه نفسها ازاي؟ هنعرف كل حاجه. يعني مثلا الممبرين بتاعي مضروب، مثلا في عندي مشكله في تكوين الهيموجلوبين، عندي في انزيماتيك ديفكت، عندي اي حاجه. امال الاعداء الخارجيين زي ايه؟ اوتو اميونيتي جايه وضربه الار بي سي، اوتو اميون هيموليتيك انيميا، او حاجه ميكانيكال عماله بتكسر في الار بي سي، ميكانيكال هيموليسيس، او انفكشن. مشهور جدا الملاريا انها بتعمل هيموليسيس، اكيد سمعتوا عنها ومشهوره. او كيميكالز، مين يعرف اللي لما حد بيقرصه تعبان عاده بيموت ازاي؟ عاده بيموت بالهيموليسيس. يبقى عندي السنيك فينوم ده ممكن ان هو يعمل هيموليسيس، ده حاجه اكسترا كورباسكولار. او بقى ايه، المفرمه اللي قعدلنا على اخر الطريق اللي مش سايبه حد معدي في حاله، السبلين، في حالات الهايبر سبلينيزم. نبدا باول حاجه، حاجه اسمها هيريديتري سفيروسايتوزيس. ايه بقى موضوع الهيريديتري سفيروسايتوزيس دي؟ بصوا على الصوره وفكروا معايا كده، ايه الحكايه؟ شايفين الار بي سي دي؟ ده المنظر الطبيعي بتاعها اللي هو باي كونكيف. بصوا الشكل الثاني ده، دي تحولت الى سفيروسايد، تحولت الى كوره. طب وبعدين ايه المشكله؟ المشكله ان الار بي سي دي اما كانت باي كونكيف كده كانت حلوه وتعرف تزنق نفسها في اي حاجه من غير ما حد يعرف يعصرها. مش بتسمعوا في حكمه بتقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر؟ هو ده اللي حاصل بالظبط. اللي بيحصل ان احنا عندنا هنا تحولت الار بي سي الى صلبه فكسرت، تحولت الى كوره، دي ما عندهاش القدره خالص على المناوره، بتدخل السبلين من هنا بطه بلدي، مش قادره تتحرك ولا تخرج، بتتاكل. طب ايه بقى؟ طب ايه السبب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بصوا على الصوره، هتلاقي في عندنا حاجات هنا كده عامله بروتينز، عامله زي سبورت موجود للار بي سي الطبيعيه. شوفوا هنا دي مش موجوده. ايه الحكايه؟ عندي في حاجه اسمها سبكترين. البروتين السبكترين ده بيحمي، مهمته ان هو بيحمي الار بي سي. طب بيحميها ازاي؟ طول ما هو موجود عندي السبكترين ده، حلو وجميل، مخلي البرميابيليتي بتاعت الار بي سي للصوديوم قليله، مش بيدخل عندي الصوديوم بصوره كبيره. بمجرد ما السبكترين ده يقل، هتلاقي عندك ان الصوديوم ده بدا يدخل، وما بدا الصوديوم يدخل هيحصل ايه؟ لا تكن صلبا فتكسر، بقت مور ريجيد وليس ديفورمابل، خلاص عندها كرش، هتنط ازاي؟ هتتزنق ازاي؟ ليس ديفورمابل، مش عندها القدره على التحور ولا التشكل، خلاص فبدات ان هي تتكسر بسهوله جوه السبلين. طب ايه الاعراض؟ الاعراض بتاعتي ان هو هنلاقي كل اعراض الهيموليتيك انيميا. يعني مثلا هنلاقي الجوندس، ممكن يكون بدري اثناء البيرس، بعد البيرس على طول، او ممكن يتاخر شويه على حسب درجه المرض اخبارها ايه. وبقيه الاعراض بقى عندي الانيميا، الجول ستونز طب بسببها ايه؟ بسبب ان انا بيحصل عندي هيموليسيس كتير بيطلع بيليروبين، فبيبدا يعمل حاجه اسمها بيجمنت ستون. ماشي، وفين بقى المفرمه اللي شغاله عمال على بطال ومش راضيه تقف؟ السبلين، هلاقي عندي سبلين وميجالي عمال يفرم مش سايب حاجه في حالها. ونادرا مش بتاعتنا قوي حاجه اسمها ليج ألسرز. ليه بقول لك مش بتاعتنا قوي؟ لان بصراحه دي اكتر مع مرض تاني في الجروب ده اسمه سيكل سيل انيميا. طيب ماشي، هل الموضوع انتهى على كده؟ لا، انا ممكن يكون عندي في حاجه اسمها كرايسيس. كرايسيس ازمه او كارثه،
ممكن يحصل عندي ابلاس، عندي ابلاستيك كرايسيس، هيموليتيك كرايسيس، ميجالو بلاستيك كرايسيس. يعني ايه؟ بص عموما هتبقى عشان تبقى فاهم، ده ممكن يحصل معايا في كل الانيمياز دي. الهيموليتيك كرايسيس ان هو بدال ما العيان عمال ماشي هيموليسيس بصوره بطيئه عاديه والامور حلوه وما عندوش اي مشكله خالص، فجاه لقيت ان هو عمال يزيد 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 الهيموليسيس الى ان تحول الى ازمه او كارثه، فهنا عمل الهيموليتيك كرايسيس. امال الابلاستيك كرايسيس سببها ايه؟ والله مش احنا قلنا قبل كده ان في عندي فيروس لئيم اسمه باربو فيروس ممكن يعمل ابليزيا؟ حلو، ده ممكن نفترض العيان ده هو اصلا ساند نفسه بالعافيه وعنده خلاص انيميا وساند نفسه والامور يا دوب يا دوب مفيش مشكله، وجيت صاب كمان بالبارفو فيروس، يبقى عندي انا عندي مشكله في ايه؟ اللي طالع بيتكسر وحتى الجديد مش عارف اطلعه كويس، يبقى في الحاله دي هنلاقي ان احنا دخلنا في الابلاستيك كرايسيس. امال ايه الميجالو بلاستيك كرايسيس؟ تاني بنقول ونعيد ونزيد، ايه الحكايه؟ اي هيموليتيك انيميا، اي تكسير عندي بيحصل مع الار بي سيز، اتكسر 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 كتير، ايه اللي حصل بعد كده؟ بحاول اكون جديد. طب ما انا كل ما بحاول اكون باخد معاها مين؟ فوليك اسيد، يبقى انا فوليك اسيد ستورز كل اللي في المخازن عندي استهلكته، فهيتحول الامر من مجرد انك انت عندك هيموليسيز تكسير بس الى ان انا بدا يبقى عندي كمان ايه، بدا يبقى عندي فوليك اسيد ديفيشنسي ويعمل لي ميجالو بلاستيك انيميا. طيب ولسه قايلين من شويه ان كرونيك هيموليسيز ممكن يعمل حاجه اسمها بيجمنت جول ستونز جوه الجول بلادر. انفستيجيشنز كلام مش محتاج تفكير كتير. السي بي سي انيميا عاده بتكون مايلد ولكن نادرا بتكون سيفير، ماشي. بلاد فيلم، هبص على بلاد فيلم هلاقي ايه؟ مش هم دول بقوا سفيروسايتس وهي دي اصل المشكله؟ اه، يبقى هشوف سفيروسايتس، سهل مش محتاجه تفكير يعني، ماشي. بعد كده بيحصل ايه؟ هيموليسيس، شوف لي نتائج الهيموليسيس اللي هو ايه؟ هتلاقي بليروبين عالي، ماشي. طيب انا عايز اتاكد، هتتاكد ازاي؟ روح لي اعمل لي سبيسيفيك تيست. طب هو ايه السبيسيفيك تيست؟ هقول لك، مش هو دلوقتي مشكله الار بي سي دي ان هي بقت في عندها بيرميابيليتي زايده للصوديوم؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا الار بي سي الطبيعيه، خلينا نشوف الصوره، الار بي سي الطبيعيه اهي، وهنا الار بي سي بتاعه السفيروسايتوزس. الار بي سي الطبيعيه دي كل ما تقلل التركيز بتاع المحلول الصوديوم كلورايد مفيش مشكله مستحمله، لغايه اما هنوصل لارقام قليله قوي تبدا يحصل هيموليسيس. ولكن في الهيريديتري سفيروسايتوزيس بمجرد ما تبدا تقلل شويه التركيز بتاع الصوديوم كلورايد هينط لنا الصوديوم ويبدا يعمل سفيروسايت ويحصل هيموليسيس. اوكي، فيبقى احنا كده هيحصل الاتي، ان هو في الاوزموتيك فراجيليتي تيست ده السفيروسايتس بتوليريت الهايبوتونيك سوليوشن ليس ويل ذان البايكونكيف ريد سيلز. البايكونكيف دي بتتحمل، اقعد قلل في التركيز بتاع الصوديوم كلورايد ده وما فيش مشكله، ولكن بالنسبه للسفيروسايتس لا، بمجرد ما هتبدا تقلل شويه تبدا تنتفخ ويحصل هيموليسيس. انا كده خلاص، انا اكتفيت، شخصت، شكرا، امشي، معلش هغلس عليك. في تحليل اسمه دايركت انتي جلوبولين كومز تيست، يعني هو اسمه دايركت انتي جلوبولين او كومز تيست، هيكون نيجاتيف. طب يا دكتور مش هو نيجاتيف، انت حاططه لي ليه؟ هو يعني من قله الحاجات؟ لا، هو مش من قله الحاجات، هي الفكره كلها في ايه؟ المرض ده فيه سفيروسايتس، للاسف في مرض برضه بيكون عنده سفيروسايتس اسمه اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ولكن في الاوتو اميون هيموليتيك انيميا بيكون عندي كومز تيست ده بوزيتيف، فانا معلش هعمل الكومز تيست عشان اتاكد ان دي سفيروسايتوزز وليست اوتو اميون هيموليتيك انيميا.
طلعت نيجاتيف فعلا تبقى سفيروسايتوزس. طب لو طلعت بوزيتيف يبقى انا بمضحوك عليا ودي اوتو اميون هيموليتيك انيميا. تريتمنت، والله بص اغلب الحالات دي يعني هي بسيطه ومش محتاجه تريتمنت، بس في بعض الاحيان لو حصل عندي احتياج جامد بقى ساعتها بدي. الاحتياج الجامد ده امتى؟ يعني مثلا عيانه بريجننت عندي انتركرنت انفكشن، ساعتها ممكن ابدا انقل للعيان ده دم. ماشي، عشان احنا طبعا احنا عارفين البريجننت ممنوع ان انا اسيبها تكون انيميك، ممنوع، غلط جدا جدا جدا، تمام. وعشان كده نفتكر تاني مع بعض من المحاضره اللي فاتت، افتكروا كده نعمل ريفريشمنت. انا ست بريجننت كنت بديها ايرن وبديها ايه تاني؟ فوليك اسيد، بديها الحاجتين دول مع ان في الاحوال العاديه انا راضي ومبسوط وفرحان مفيش مشكله باللي باخده عادي، ولكن بالنسبه له هي بريجننت الاحتياج بتاعي بيزيد جدا. وقلت لك ادي دلوقتي الايرن والفوليك اسيد بدل ما بعد كده هي هتزعل وتزعلك. العينه دي غير مسموح لها انها تكون انيمي. بعض الحالات بسيطه بتكون ترانسفيوجن ديبندنت، ولكنها دي مش كتير بصراحه. اوكي، ممكن نحتاج ان احنا نعمل سبلينكتومي لو كانت بقى ايه الانيميا جامده او في ريكارنت جول ستونز او بدا يحصل الموضوع بقى خلاص انا مش عارف اسيطر عليه والعيان كل شويه بيتنقل له دم كتير. سبلينكتومي حلو حلو ماشي، بس ناخد بالنا من حاجه. اول حاجه هو السبلينكتومي هو انا بعد ما بعمله انا صلحت اصل المشكله؟ طب ايه ده، فكر كده معايا ايه ده، لا ده هي اصل المشكله في الاصل خالص مش السبلين، هو السفيروسايتس لسه موجوده. اه هي لسه موجوده بس المفرمه مش موجوده، تمام. فاحنا فهمنا هنا ليه كده بنعمل السبلينكتومي، بتشيل المفرمه، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، ما هو ما بيحصلش تكسير طول ما هي ماشيه في العادي، مين اللي عمال بيكسر فيها؟ السبلين، فخلاص شيله. طيب هعمل سبلينكتومي حلو زي الفل مفيش منه مشاكل؟ لا للاسف في حاجه بس ناخد بالنا منها ومن فضلك ركز معاها قوي. لو انت هتدي العيان ده ميعاد سبلينكتومي ومعانا وقتنا ومش متسعجلين، لو سمحت قبلها باسبوعين اديله تطعيم ضد الانكابسوليتد اورجانيزم. اعمل ايمونايزيشن ضد الانكابسوليتد اورجانيزم، منينجوكوكاي والنيموكوكاي، عشان هو السبلين اللي بيحمينا منها. وممكن بعد ما نعمل سبلينكتومي نبدا ندي لايف لونج بنسلين بروفيلاكسس. فلو سمحت ادي الموضوع ده قبل ما تعمل باسبوعين لو معاك وقت. طب هتقول لي ليه؟ عشان انا عايز الحق ان انا ابدا اكون الانتي بوديز في الفتره دي قبل ما اشيل السبلين. حلو؟ وبعد ما تخلص خلاص انت بقى عملت السبلينكتومي، انا برضو لازلت عندي بعض الخطر اللي انا معرض ليه، فهندي لايف لونج بنسلين بروفيلاكسس عشان هو السبلين اللي بيحمينا اساسا من الانكابسوليتد اورجانيزم. خلصت السفيروسايتوزز، عندي حاجتين صغننين شبهها، حاجه اسمها هيريديتري اليبتوسايتوزز وهيريديتري ستوماتوسايتوزز. الاثنين دول نفس المشكله، عندي ميمبرين ديفكت. الهيريديتري اليبتوسايتوزز من اسمها اليبتيكال ان شيب، اهي بتكون بيضاويه الشكل وفي عندي ميمبرين ديفكت. هي كلينيكالي شبه الريتري سفيروسايتوزس، بس ناخد بالنا على فكره هو مش نفس البروتين اللي فيه نقص، بس انا ايه مش حاطط لك تفاصيل عشان ما صعبهاش عليك، ولكن هي كلينيكالي شبهها ولكن قلنا مايلدر، وبالتالي نسبه بسيطه اللي هي هتكون عندها انيميا و نادرا اما هيكون عندي محتاج ان هو سبلينكتومي. طيب يبقى الليبتوسايتوزيس قلنا بسبب ان هي شبه اللي هي اوفر ان شيب كده الليبتيكال ان شيب. امال ايه ستوماتوسايتوزيس دي؟ شبه البق؟ اه معلش شبه البق. بص بقى بص المنظر ده، مش تحس كده كان في بق كده واسنان بتضحك لك كده؟ هو كده سموها هيريديتري ستوماتوسايتوزيس علشان كده. ناخد بالنا من حاجه ان هي ممكن تكون هيريديتري دي حاجه، ولكن برضو قال لك ممكن مع الالكهول بنشوف المنظر ده بتاع الاستوماتو سايتوز.
طيب الحمد لله خلصنا الحاجات بتاعت الميمبرين ديفكت، ندخل على ايه بقى دلوقتي؟ بص بقى، عايزك كده تجيب شايك قهوتك نسكافيهك وتاخد بالك من البيبتيك ألسر، ونبدأ ندخل على الموضوع المهم الكبير بتاع الثلاسيميا. وايه المنظر اللي انا حاطه ده؟ ده منظر الثلاسيميك فيشز، مشهوره جدا اكيد شفتوها قبل كده في الاطفال. الثلاسيميا اللي هي بيسموها انيميا البحر المتوسط، ايه حكايتها؟ والله حكايه الثلاسيميا دي احنا قطينا مرحله الميمبرين ديفكت، وبدا يبقى عندنا في مشكله في تكوين الهيموجلوبين نفسه. هيحصل مشكله في تكوين الجلوبين تشينز. طيب نفتكر مع بعض، الهيموجلوبين كان فيه مكون من هيم، الهيم ده اللي هو ايرون وبروتوبورفرين، ومكون من جلوبين. الجلوبين ده كان لو فاكرين كده كان ايه؟ قال لك 2 الفا و2 بيتا، وانا خفت انكم تكونوا ناسيين فحطيتها لكم تاني تحت. الهيموجلوبين ايه؟ ده مكون من 2 الفا و2 بيتا تشينز. ماشي، امال واحنا اطفال صغننين خالص بيبقى مكون من ايه؟ مكون من حاجه اسمها هيموجلوبين اف، ده بيبقى بيتكون من 2 الفا و2 جاما تشينز، وده بعد ما بنكبر بيبقى اقل من 1%. في واحد كده مايع في النص ما بين الاثنين، حتى نسبته في النص ما بين الاثنين، اسمه هيموجلوبين A2، ده مكون من 2 الفا و2 دلتا تشينز، وبرضه نسبته من 1.5 ل 3%. طيب انا فهمت خلاص ان انا في عندي الانواع دي ومفيش مشكله، ايه الحكايه؟ الحكايه عندي ان انا في عندي الالفا تشين، الالفا تشينز دي، الفا جلوبين تشينز دي موجوده في اماكن والبيتا موجوده في اماكن. ازاي يعني؟ اقول لك، انا عندي بيكون في على كروموسوم رقم 16 بيكون عندي على كل واحد من الناحيتين 2 كابيز من الالفا جلوبين جين، على كل ناحيه من الناحيتين 2 كابيز، 2 كابيز، يبقى انا عندي ناحيتين في كروموسومز، يبقى عندي كده توتال كام جين؟ 4. حلو. وبيقول لك في الكروموسوم رقم 11 عندي على كل ناحيه من الكروموسومز 1 بيتا جلوبين جين، يبقى انا كده عندي كام منهم؟ 2. ماشي فاهمين؟ يبقى انا الالفا عندي 4 جينز والبيتا عندي 2 جينز، في صعوبة لحد كده. المشكلة كلها هتكون كالآتي، المشكلة هتكون إن هو أنا عندي هيحصل مشكلة في تخليق الألفا والبيتا دول، ويحصل نشوف حاجات تانية بقى هتظهر قصادنا. أما الهيموجلوبين مش هيتكون بصورة صحيحة، هتكون الأر بي سيز شكلها في الإيه؟ في الآخر إيه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك، لأن في لأن الهيموجلوبين الطبيعي ما اتكونش. طيب خلاص خلينا فاكرين مع بعض قبل ما نقلب على السلايد دي. انا عندي في الفا موجود 2 على كل كروموسوم، وبالتالي في عندي توتال 4 جينز، والبيتا عندي واحده على كل كروموسوم، وبالتالي توتال 2 جينز. ايه الحكايه بقى بتاعت البيتا ثلاسيميا؟ اقول لك والله انا عندي في احتمالين، يا اما هوموزايجس يا اما هيتيروزايجس. ماشي، طب نفتكر كده عشان ممكن اصلا تكونوا ناسيين يعني ايه هوموزايجس ويعني ايه هيتيروزايجس. هوموزايجس يعني انا عندي التو ارمز بتوع الكروموسوم عندهم نفس الشكل بالظبط، ايا كان هو الشكل ده ايه، هم نفس الشكل بالظبط، شكل حلو شكل وحش فهم نفس الشكل بالظبط. زي ده كده عندي البي كابيتال زي البي كابيتال، البي سمول زي البي سمول، مش مهم اسمه ايه، المهم ان هم شبه بعض بالظبط. أما الهيتيروزايجس يعني إيه؟ هيتيروزايجس يعني عندي كل دراع من الكروموسوم عنده شكل مختلف، أيا كان برضو الشكل المختلف ده إيه؟ بي كابيتال هنا وبي سمول هنا، بي سمول هنا وبي كابيتال هنا، وقص على ذلك كثيرا. طيب فهمت دي؟ هقول لك إن البيتا الثلاسيميا عندي احتمالين كبار، يا إما تكون هوموزايجس يا إما تكون هيتيروزايجس. ماشي، هوموزايجس وهيتيروزايجس إيه؟ ميوتيشن. تمام، هيكون في عندي ميوتيشن، عندي هيحصل طفره موجوده جوه الجين اللي موجود هنا. حلو خلاص، هوموزايجس ميوتيشن ده هيكون عندي خلاص ايدنتيكال
في الناحيتين الميوتيشن متساوي، مفيش مشكله. طب لو كان هيتيروزايجس، هقول لك معلش بقى دي هتكون اصعب شويه. ازاي؟ هيتيروزايجس يا اما الناحيتين هيكون فيهم ميوتيشنز، بس ميوتيشنز شكلهم غير بعض، تمام، او ناحيه بس فيها ميوتيشن والثانيه طبيعيه. حلو كده، متفقين؟ نقولها تاني، الهوموزايجس ميوتيشن الناحيتين حاصل فيهم ميوتيشن بس شبه بعض الميوتيشن ده. الهيتيروزايجس، هيتيروزايجس فيه هيتيروزايجس عادي بلدي، ناحيه واحده بس فيها ميوتيشن وناحيه نورمال، ودي اللي هي بتدينا الكارير هيتيروزايجس ستيت، ودي بتكون بسيطه قوي مفيش منها مشكله. وحاجه ثانيه بيكون حاجه اسمها كومباوند هيتيروزايجس. الكومباوند هيتيروزايجس ده في ميوتيشن في الناحيتين، ولكن كل ميوتيشن في كل ناحيه مختلف عن الثاني، عشان كده قال لك different damaging mutations on both alleles. طيب خلاص، انا فهمت كده خلاص، او اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ماشي، سواء بقى كان هوموزايجس او كومباوند هيتيروزايجس، يعني لو كان الميوتيشن في الناحيتين شبه بعضه، او الميوتيشن في الناحيتين موجود مش شبه بعضه، في الحاله دي ممكن يكون عندي حاجه من الاثنين. يا اما الميوتيشن ده يكون عنيف قوي 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 ومش مطلع لي بيتا تشين خالص زي ده كده بي زيرو، او ان هو الميوتيشن يكون اقل عنفا شويه ومطلع لي شويه بيتا تشين قليلين. ماشي، طيب انا عارف انكم الموضوع صعب شويه وبداتوا تتوهوا، بس نركز واحده واحده، ممكن تعيد التسجيل كده تاني وتسمعها من الاول. حلو، سواء ما كانش عندي بيتا تشينز خالص، او لو كانت البيتا تشين طلع قليله، المشكله هتبقى ايه؟ ما انا عندي الفا، الالفا تشين طلع وعماله بتعوم في الفيسلز حره طليقه، لو هتحاول تمسك البيتا تشينز يا اما مش هتلاقي اصلا، يا اما هتلاقي كميه بسيطه قوي، وهيفضل عندي كميه كبيره فري اكسس موجوده، وهي بقى هنا دي اصل المشكله كلها. ركز معايا بقى، دي مهمه جدا. اصل مشكله الثلاسيميا، الميجور ثلاسيميا، ان انا عندي اكسس الفا تشينز، الفا تشينز مش لاقيه اللي يلمها خلاص، الالفا تشينز دي ماشيه عماله بتخبط في الدنيا ومش لاقيه اللي يلمها، هي دي اللي عملت لي المشكله. يا دكتور، يعني انت قصدك ان لو احنا الالفا تشينز دي لقت اللي يلمها مفيش ثلاسيميا او الاعراض هتكون بسيطه؟ بالظبط، لو الالفا تشينز مسكت في حاجه الاعراض هتكون بسيطه. ايه ده؟ طب وهي لو مش موجوده اصلا الاعراض هتكون بسيطه؟ بالظبط. وهل ده ممكن؟ اه فعلا ممكن. بص عندنا، قال لك في الكارير هيتيروزايجس اللي هو حاصل عندي ميوتيشن على ارم واحد بس، دي هنلاقي ان الاكسس الفا تشينز دي هتلاقي ان هي بدات تمسك في الدلتا، في الدلتا تشينز، وما تمسك في الدلتا هتكون لي ايه؟ هيموجلوبين A2. وعشان كده اما ببدا ادور على الكارير ده اللي هو الثلاسيميا تريت اللي مش باين عليه اعراض، اللي انا ساعات بتخم فيه وافتكره ايرن ديفيشنسي لان هو عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك برضو، بدور بايه؟ بدور على الهيموجلوبين A2 ده، بشوف الهيموجلوبين A2، لو بدات الاقيه زايد على غير المعتاد اعرف اه ده كده شكله ثلاسيميا تريت، ده كارير ستيت. تمام، بص بالاحمر بيقول لك الهيتيروزايجس ده بيبقى اسيمتوماتيك مايكروسيتيك ويز اور ويزاوت مايلد انيميا. طب هو اسيمتوماتيك ايه؟ عشان لقى اللي يلمه، هو كده كده اصلا الميوتيشن اهبل، الميوتيشن واخد ارم واحد بس، وكمان بعد ما حد اخد ارم واحد بس ده كمان لقى حاجه تلمه، يعني كل حاجه جميله جدا ومفيش مشكله خالص. يبقى احنا مشاكلنا مع مين؟ مشاكلنا مع الهوموزايجس اللي هو الايدنتيكال ميوتيشن على الناحيتين، او الكومباوند هيتيروزايجس اللي هو في ميوتيشن على ناحيتين ولكن مش شبه بعضه. بص على دي كده وحاول تركز وتفهم. خلينا نبدا بدي، الهيتيروزايجس.
الهيتيروزايجس اصلا ميوتيشن عبيط مفيش مشكله، فهيكون عندي مايلد انيميا. تمام، سواء الميوتيشن ده بيؤدي الى غياب كامل للبيتا سيلز من الحته الصغيره اللي طالعه دي، غياب كامل، او بيطلع بصوره قليله، ولكن انا عندي في حاجات تانية كتير قوي بتطلع، لان هو ميوتيشن عبيط. فعندي هتلاقي الهيموجلوبين ايه، بدل بس ما كان 97% قل، ممكن يوصل من 90 ل 95، وهيبدا يظهر عندي الهيموجلوبين A2 نتيجه تكوينه عن طريق اللي هو الالفا تشين مع الدلتا تشين. تمام، ده اللي هيحصل عندي في الهيتيروزايجس. امال في الهوموزايجس او الكومباوند هيتيروزايجس ايه الحكايه؟ قال لك حاجه من الاثنين، لو ما عنديش البيتا خالص، مش احنا قلنا ان هو بيكون يا اما ما فيش بيتا خالص يا اما مطلع كميه بسيطه. طيب لو ما فيش بيتا خالص، يبقى الهيموجلوبين ايه مش هيتكون اصلا، وساعتها هيكون المتاح فقط الهيموجلوبين اللي مولود بيه العيل ده، هيموجلوبين اف، هيبقى نسبته عاليه جدا، بدل ما كان اقل من 1% هيوصل انه يبقى 98%، او في شويه كده بسيطه عبيطه جدا من الهيموجلوبين A2 برضو هتتكون. طب لو في عندي شويه بيتا صغيرين، شويه البيتا صغيرين هيمسكوا بشويه الالفا اللي موجودين ويعملوا هيموجلوبين A اهو، هيبقى نسبته من 10 ل 30%، والهيموجلوبين F اللي هو الاصلي هيفضل موجود بنسبه برضو عاليه جدا من 70 ل 90%، وبرضو الA2 هيكون نسبته بسيطه. ايه اللي يهمني في القصه دي دلوقتي؟ انا شرحتها لك عشان تفهم البيز بتاعتنا، ده كلام ايه، ان هو عشان تفهم كل حاجه جت منين. ولكن في الاخر انت ككلينيشن، كطبيب بقى، هيفرق معاك ايه؟ هل العيان ده ترانسفيوجن ديبندنت ولا مش ترانسفيوجن ديبندنت؟ العيان ده لازم يفضل عايش على نقل الدم ولا مش شرط انه يفضل عايش على نقل الدم؟ انت فهمت البيز، ضيعت وقتك وفهمت البيز انا عارف، ولكن انت بقى ككلينيشن ايه الحكايه؟ اهو عندي الثلاسيميا تريد ده كارير قلنا، ومش هيكون الانيميا اصلا، هتكون مايلد او ابسنت، وبالتالي العيان ده مش محتاج نقل دم. العيان ده اهميته وخطورته في ايه؟ بصراحه في حاجتين، اول حاجه انه هيلخبطني مع الايرن ديفيشنسي انيميا، عشان كده لو سمحت قلنا قبل ما تشك وتقول ده ايرن ديفيشنسي وتبدا تدي حديد، من فضلك اعمل ايرن بروفايل، شوف لي فعلا الايرن ستور قليل ولا لا، او الفيريتين والحاجات دي شوفها فعلا ماشي ان هي ايرن ديفيشنسي انيميا ولا لا، لان ممكن تفضل تدي العيان حديد وما يحصلش تحسن خالص وانت بتضره، لان العيان في الاخر تكون ثلاسيميا تريت، والاثنين نفس المنظر، مايكروسيتيك هايبوكروميك. طيب عندي ايه بقى؟ اهم حاجه اعمل الكتروفوريسز، احنا قلنا هيكون في عندي ريزد هيموجلوبين A1 2، لان هو لقى اللي يلمه، اللي يلمه هنا اللي هو ايه؟ الدلتا، الحبه اللي موجودين بداوا زياده، اللي مش لاقيين صاحب اتلموا بالدلتا. اوكي طيب عندي بعد كده حاجه اسمها نون ترانسفيوجن ديبندنت ثلاسيميا، ده مش كارير، خد بالك ان ده مش كارير، الكارير خلاص احنا عارفين كده كده ان الكارير ده اصلا تقريبا ما عندوش انيميا والدنيا جميله، مشكلته الوحيده قلنا انه بيلخبطني مع الايرن ديفيشنسي. نسيت اقول لك مشكلته الثانيه ايه، انه لو سمحت خد بالك بقى، بلاش انت تبقى كارير وتروح تتجوز واحده كارير وتجيبوا عيال مش كارير. تمام، فلو انت شخصت انك انت ثلاسيميا كارير، من فضلك قبل ما تتجوز اعمل فحص وتاكد ان مراتك اللي هتتجوزها دي مش كارير برضو، علشان ما تجيبوش مصيبه لاولادكم. ماشي، امال ايه اللي عندي بعد كده؟ حاجه اسمها ثلاسيميا انترميديا او نون ترانسفيوجن ديبندنت ثلاسيميا، دي بتيجي مع مين؟ بصوا، مش احنا قلنا احنا خلاص احنا خلصنا من الهيتيروزايجس البلدي العادي البسيط، سواء بقى كان هيتيروزايجس كومباوند او كان هوموزايجس اللي هم الجامدين دول، في حاجات ممكن تحصل تبقى المنقذه. ايه المنقذ؟ افتكر معايا تاني، هي مشكله كانت في ايه؟ كانت في نقص البيتا؟ لا، انت قلت لنا ان المشكله كانت في زياده الالفا، اكسس الفا جلوبين تشينز،
فطب احنا لو دلوقتي حلينا مشكله نقص مشكله زياده الالفا دي، الامور هتبقى حلوه، دي هتبقى ممتازه. حلو جدا. فده اللي هنعمله في العيانين الثلاسيميا انترميديا، الحاجه المتوسطه ما بين الكارير وما بين الميجور، هيحصل ايه؟ هيحصل انه العيان ده لسبب او لاخر الالفا ما بقتش حره طليقه، عماله تخبط يمين وشمال وتبدا تعمل المصايب بتاعتها. طب ازاي؟ يا اما هي شخصيا انتاجها هيقل. ايه ده؟ انتاجها هيقل ازاي؟ ما انا عندي حاجه اسمها الفا ثلاسيميا، انتاج الالفا بيكون قليل. فما انتاج الالفا هيقل هنا هيتوازى مع انتاج البيتا القليل ومفيش مشكله والامور هتبقى حلوه. كويس، كويس جدا. مسكت في شويه بيتا، مسكت في شويه دلتا، مسكت في شويه جاما، حلو جدا. وكده عندي الالفا نفسها اللي موجوده مش كتير، يبقى عندي الهازاردس افكت مش موجود. ماشي. طيب يبقى اول حاجه قلل الانتاج عن طريق الالفا ثلاسيميا. ماشي. تاني حاجه ممكن تظبط لي الدنيا، والله بقى بص، الانتاج ما قلش والبيتا مش موجوده، طب الحق بايه؟ ممكن تلحقني بجاما. بس يا دكتور ما انت قلت الجاما ده انتهى خلاص، انتهى عند 3 او 6 شهور كده، ما بقاش في عندي هيموجلوبين اف خلاص، هلحقك ازاي؟ ماشي، ما هو برضو يعني ربنا ما بينساش حد. خلاص هو سايب الموضوع ده، في عندي مشكله هنا موجوده عنده، في ان هو الالفا عماله طالعه كده مخبطه في الدنيا. ماشي. فهو راح بعت لنا ان هو الجاما تشين دي فضلت تكمل بعد الولاده بصوره طويله اكتر من المعتاد، وبدات ان هم يمسكوا مع بعض، وبالتالي بدا يبقى عندي برضو ليس اكسس الفا كلين. حلو جدا. فانا كده اما الاكسس الفا كلين ما بقتش موجوده، سواء عن طريق ان انا انتاجها قل او عن طريق انها مسكت في الجاما، حاجه عظيمه جدا. يبقى انا كده عندي الهازاردس افكت بتاع الفري الفا كلين دي بدات ان هي تقل. ماشي. الاعراض جامده، والله هتكون الاعراض شبه الميجور بس بصوره مبسطه في كل حاجه. اللي مثلا لو في سبيدينوميجري هتبقى اقل، لو في جول ستونز، السرز، الانيميا طبعا قلنا هتبقى اقل، النيد فور بلاد ترانسفيوجن نفسه مش كتير، وعشان كده سموها نون ترانسفيوجن ديبندنت ثلاسيميا، وهذا هو الاسم الاحدث من ثلاسيميا انترميديا. ثلاسيميا انترميديا ده كان الاسم القديم شويه، لكن الاسم الاحدث هي نون ترانسفيوجن ديبندنت، لا تعتمد على الترانسفيوجن. وطالما ذكرنا ان في حاجه نون ترانسفيوجن ديبندنت، وبالتالي هيكون في عندي حاجه ترانسفيوجن ديبندنت. دي بقى خلاص الثلاسيميا ميجور الكبيره قوي اللي بتعمل لي مين؟ الثلاسيميك فيشز اللي شفناها في بدايه المحاضره او بدايه الثلاسيميا دي. ثلاسيميا ميجور دي للاسف انا بدا يحصل عندي المشكله وما عنديش حاجه تحلها. البيتا مش طالعه، فالالفا فضلت حره طليقه تعمل مشاكل، وفي نفس الوقت لا انا عارف اسيطر على انتاج الالفا، ولا عارف ابعت لها جاما تمسكها وتلمها، ولا عارف اعمل اي حاجه، فبدات الالفا تفضل تمشي وتعمل لي هي المشاكل كلها، وبدا يحصل الهيموليسيس. طيب هتحصل ايه الاعراض؟ والله العيان ده هيجي بسيفير ثلاسيميا، ثلاسيميا عنيفه جدا، مش زي الثلاسيميا بقى الهبله اللي في الاول، سواء التريت اللي هو الكارير ده ولا الانترميديا الهيموجلوبين بتاعه كان بيكون مقبول، لا ده سيفير ثلاسيميا. وهتبدا معايا امتى؟ هتبدا معايا اول ما الهيموجلوبين اف يسيبنا، ونبدا المفروض يحل محله الهيموجلوبين ايه؟ اللي هو يعني 3 ل 6 شهور كده في الحدود دي. طيب هيحصل ايه بقى؟ قلنا سيفير انيميا، العيان هيكون ترانسفيوجن ديبندنت، لازم ياخد نقل دم. ماشي. وبالتالي بنتيجه الانيميا العنيفه دي هيبدا يحصل ايه؟ المصنع العادي بتاعي ما بقاش قادر يصنع بصوره كافيه، البون مارو خلاص فقد قدرته على مواءمه الموقف. هيجي مين؟ هيتدخل السبلين، ويحصل عندي اكسترا ميدالري هيموبويسز ليفر وسبلين بقى، اللي هم فاكرين زمان خالص كانوا بيصنعوا ايام ما كان الامبريو الليفر والسبلين كانوا بيصنعوا، بداوا يستعيدوا ذكرياتهم تاني ويقولوا الله ما احنا كنا بنصنع زمان، هنيجي دلوقتي ونسيب الجسم كده، ما تيجي نلحقه.
فهيحصل عندي هيباتوسبلينوميجالي نتيجة الاكسترا ميدلري هيموبويسيس. هي حاجة حلوة، هو هدف سامي وجميل، مفيش مشكلة، بس للأسف السبلينوميجالي دي ما هتعمل لنا مشاكل. هيبدأ يحصل عندي مشاكل بقى هايبر سبلينيزم، ان هو يبدأ مش مجرد كبير كده، ده كبير وبياكل وبيكسر، ويبدأ يعمل لي أعراض بقى ضغط وبين والكلام ده كله. فيعني يعني برضه مفيش حلاوة من غير نار، هو عمال يصنع بس في نفس الوقت عمال يبدأ يحصل منه مشاكل. طب هل بس كده؟ لا، ما انا برضو عندي في مارو موجود في البونز، هيبدأ يحصل عندي بون اكسبانشن. البون اكسبانشن ده اللي هيحصل اللي هيديني الثلاسيميك فيشز اللي احنا شفناها. وبصوا كده معايا الاكس راي دي، بص كده هتلاقي عندك هذه السكال ومطلعه حاجه اسمها هير اون ان ذا ابييرنس. الراجل اللي شعر واقف ده كده وسبايكي وجميل كده، ده بسبب ان انا عندي في اكسبانشن هنا بدا يحصل في المرو. وهنا برضو كذلك بصوا في الصوابع، الفرق ما بين صوابع التلاسيميك بيشنت مكلبزه ازاي وهنا العيان العادي الشخص العادي، شايفين كل ده بسبب الاكسبانشن، المرو اكسبانشن. طيب خلاص مفيش مشكله، عرفت العين ده عنده ثلاسيميا ميجور بقى، وبدات اتعامل معاه على هذا الاساس. هبدا اديله ايه؟ طيب قبل ما انسى، معلش، زي اي حاجه، اي عيان بيجي له هيموليسيس معرض ان هو يدخل في ميجالو بلاستيك كرايسيس، معرض ان هو بسبب النقص الفقد المتوالي بسبب الهيموليسيس ده، الفوليك اسيد عمال يصنع جديد فهفقد المخازن بتاعتي، فمن فضلك ادي للعيان فوليك اسيد سبلمنتس. ماشي، هنعمل ايه بعد كده؟ ده اسمه ترانسفيوجن ديبندنت، يعني العيان ده معتمد على نقل الدم. انت لو سبته كده هيقعد على طول تكسير 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 تكسير، والعيان هيموت خلاص، سيفير انيميا وهيموت، لازم يفضل يتنقله دم على طول. هنديله دم قد ايه؟ يعني غالبا ممكن هيبقى بياخد كل 4 ل6 اسابيع، احنا هدفنا ان احنا نحافظ على هيموجلوبين من حوالي 10. طبعا انا مش هقول بقى زي الارقام الانسان الطبيعي و12 و13 و14 و15، لا، انا هو 10 دي كفايه جدا. مش هفرح ان انا اقعد ازود في الهيموجلوبين عن طريق ان انا بزود في نقل الدم، لان بمنتهى البساطه نقل الدم الكتير ده ليه مشاكله ومصايبه الكتير برضه. طيب ممكن نعمل سبلينكتومي؟ والله ممكن، مش شرط يعني. طب امتى بقى هعمله؟ هو دي معتمده اساسا على نسبه الترانسفيوجن قد ايه. لو العيان بياخد اكتر من 200 او 220 مللي كده بير كي جي بير يير، ده ساعتها غالبا هيحتاج ان هو يتعمل له سبلينكتومي. تمام، لان خد بالك ان هو العيان لما بيبدا ياخد كميات كبيره قوي 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 كده، بيبدا عندي يحصل ايرن اوفرلود. عندك انت عمال بتنقل له دم من بره وفي حديد، بيحصل عندك ايرن اوفرلود بكل مشاكله. ففي الحاله دي ساعتها ممكن السبلينكتومي تكون حلوه ومفيده. طب يعني ايه اصلا من 200 ل 200 مللي بير كي جي بير يير؟ يعني مثلا هنفترض ان العيان ده وزنه مثلا، وطبعا مش هيكون كده، بس 100 كيلو، فاحنا يعني هنقسمهم على 5، يبقى اللي هو العيان ده لو بياخد 20، هياخد 20 لتر في السنه، ساعتها هيبقى ان هو محتاج ان هو يتعمل له سبلينكتومي. طبعا 20 لتر في السنه ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا جدا جدا، فعشان كده السبلينكتومي الانديكيشن بتاعه برضو في رقم يعتبر نوعا ما كبير. وبرضو نفتكر ان السبلينكتومي لو سمحت مش هنعملها بدري قوي، هنعملها نستنى لغايه ما يتم 6 سنين ولا حاجه عشان الريسك اوف انفكشن. وبرضو قبل ما هعمل سبلينكتومي هاخد بالي ان انا هعمل اميونايزيشن ضد الانكابسوليتد اورجانيزمز الموجوده قبل السبلين ما اشيله باسبوعين تقريبا، وممكن ادي بروفيلاكسيس بالانتيبيوتكس بعد اما اشيل السبلين. ماشي نكمل. قلنا ان من المشاكل الكبيره اللي ممكن تخلينا نشيل السبلين هي الايرن اوفرلود. وايه حكايه الايرن اوفرلود دي؟ الايرن اوفرلود ده ممكن يكون سيء جدا، ده ممكن يقعد يترص بالايرن في كل حته، يترص في الاندوكراين جلاندز، في الليفر، في البانكرياس، في الهارت، واخطر حاجه على فكره الهارت دي، ممكن هيعمل لي كارديوميوباثي واريزميز، هيعملوا لي مورتاليتي، العيان ده ممكن يموت. وبالتالي من فضلك
العيان بتاع الثلاسيميا محتاج ياخد حاجه اسمها ايرن كيليتورز، ابدا حاجه ان هي تقلل نسبه الايرن اللي موجوده عندي. ودي ممكن في حاجات متاحه دلوقتي اورال كيليتورز، وممكن ان انا اديه بارنترال. الاورال مش متاح في كل الاماكن قوي ومش في كل البلاد، فبارنترال هو اللي موجود بكثره في اغلب الاماكن. واخر حاجه خالص عندنا، ممكن ان انا اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن لو كان عندي البيشنت صغير وعندي في اتش ال اي ماتشنج سيبلينج. طيب انا خلصت كده بيتا ثلاسيميا، ناخد الالفا ثلاسيميا. الالفا ثلاسيميا بقى ايه حكايتها؟ مشكلتي في الالفا تشيب. طب البيتا وفهمناها، البيتا في حاجات ممكن تحل محلها. بتحل محلها بايه؟ لقيت عندي دلتا، لقيت عندي جاما، مفيش مشكله. ولكن الالفا لا، ما عنديش حاجه تحل محلها. طيب البيتا كان بيحصل ميوتيشن، الالفا بيحصل ايه؟ ديليشن. ماشي، نفتكر مع بعض. قال لك ان الالفا ده كان عندي على كل كروموسوم موجود، على كل ناحيه من ناحيه من الكروموسوم موجود في 2 جينز، وبالتالي عندي احتماليه ان يكون في عندي 4 جينز. لو جين واحد ديليتد مفيش مشكله، انا مسامح، مفيش اعراض ولا اي حاجه. لو جينين كانوا ديليتد هتكون مايلد هايبوكروميك انيميا، لو ثلاثه جين لا دي كده هتبقى مودريت انيميا. ماشي، والامور هتبقى مقبوله وممكن اديها فوليك اسيد وممكن يعني ايه الامور تتحسن. اما في الاخر بقى ايه العنيفه قوي اللي ملهاش حل؟ فور جين ديليشن. ايه ده فور جين ديليشن؟ يعني ايه؟ ما خلاص انت ما عندكش كده، خلاص انت مش عارف تكون اصلا الهيموجلوبين، لان الالفا ملوش بديل. والفور جين ديليشن ده هيعمل لي حاجه اسمها هايدروبس فيتاليس، ودي انكومباتبل ويز لايف، وخلاص ده كده الطفل ده مش هيتولد اصلا، هيتولد ميت. اوكي، خلصنا كده الثلاسيميا الحمد لله، الامور تمام وجميله. نبدا بقى ناخد ايه؟ السيكل سيل انيميا. زي ما انا حاطط لك كده المنظر، سيكل سيل يعني انيميا منجليه. الناس اللي ممكن يكونوا ليهم او ناطق ارياف شويه عارفين المنجل اهو، ده المنجل. ولانها شبهه بيحصل الشكل ده، بتتحول من الشكل الطبيعي ده الى الشكل ده، فسموها سيكل سيل انيميا. بصوا كده المنجل ده بيبدا ايه يسد الطريق بتاعنا، وحاجه وحشه جدا، وهنشوف دلوقتي القصه. Essentials of Diagnosis. مبدئيا السيكل سيل انيميا، هل هي منتشره قوي في مصر؟ لا بصراحه مش منتشره قوي في مصر، يعني مش حالات كتيره قوي، ولكن في دول منتشره فيها بطريقه رهيبه. انا مثلا كنت شغال في عمان، كان سيكل سيل انيميا دي منتشره بصوره لا تتخيلوها، كان عدد السيكلرز رهيب. طب كانوا بيقول لنا بايه بقى السيكلرز دول؟ السيكلرز دول بيجي ريكرنت بين ايبيسودز، ماشي، وبوزيتيف فاميلي هيستوري اوف لايف لونج هيستوري فونيتيك انيميا. هو يفهمك ان هو في الفاميلي هيستوري ده بتاع الهيموليتيك انيميا. انا بقول لك ما هي منتشره في اماكن واماكن، لا في عندي فاميلي هيستوري خلاص بتبقى موجوده وبتمشي في العيله كلها بقى، وعائلات بقى عائلات كتير موجود فيها. حلو، يبقى انا كده عندي باي هيستوري في فاميلي هيستوري الهيموليتيك انيميا، وعندي العيان نفسه بيشتكي من ريكارنت بين ايبيسودز، وهنعرف دلوقتي حالا ليه. عندي بعد كده اما اجي ابص على بلاد سمير هلاقي في سيكلد سيلز، في شكل الخلايا مش الشكل الطبيعي، سيكلد سيلز، تمام. وفي الاخر هعمل الكتروفوريسز، هبص على شكل الهيموجلوبين ده ايه، هلاقي حاجه اسمها هيموجلوبين اس عن طريق الهيموجلوبين الكتروفوريسز، ابدا احلل الهيموجلوبين ده شكله ايه. اوكي، المرض ده اوتوسومال ريسيسيف، وبيحصل عندي فيه كرونيك هيمولسس. حصل بسبب ايه؟ عندي فيه حاجه اسمها فالين امينو اسيد سبستيتيوتد حاجه امينو اسيد تاني اسمه جلوتاميت، ماشي. ده فين؟ في البيتا جلوبين تشين. يبقى عندي الفالين جت مكان الجلوتاميت. اما الفالين حل محل الجلوتاميت، بدأ ان هو يكون عندي حاجه اسمها هيموجلوبين اس.
الهيموجلوبين اس ده مكون من ايه؟ اتنين الفا عاديين خالص واتنين حاجه اسمها بيتا اس، مش بيتا عاديه بقى، بقى حاجه اسمها بيتا اس، اس طبعا فور سيكل. ماشي. طب ايه مشكله الهيموجلوبين اس ده؟ مشكله الهيموجلوبين اس ده انه بيبدا يشبك في بعضه، بيبوليمرايز، اما بيبدا يتعرض لبعض الحاجات زي الهايبوكسيا وزي الاسيدوزز، وبالتالي هيبدا يحصل عندي، لما يحصل عنده بوليمرايزيشن ده هيبقى في عندي مشكلتين. مشكله ان هو بيبقى لايبل فور هيموليسيس، بتتكسر بسهوله. تاني حاجه ان هو هيبدا يحصل عندي الهيموجلوبين كمان لما يطلع هيحصل اندوثيليال فانكشن وفاسكولار انجري، الكلام ده كله هيبدا يعمل لي اوبستراكشن في السمول بلاد فيسلز. واما السمول بلاد فيسلز هتبقى اوبستراكتد هيحصل ايه؟ تيشو انفاركشن. تمام. يبقى الفكره كلها ان انا عندي الهيموجلوبين اس ده كان موجود، والهيموجلوبين اس ده في الاحوال العاديه كويس، ولكن لما بيبدا يتعرض لهايبوكسيا او اسيدوزز بيبدا يحصل له سيكلينج، وبعد كده هيموليسيس، والهيموليسيس ده هيطلع لي هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده هيبدا يعمل لي اندوثيليال فانكشن وفاسكولار انجري، وده هيعمل لي في الاخر اوبستراكشن في السمول بلاد فيسلز وتيشو انفاركشن. وبرضه من الحاجات اللي هتتعمل بالمونري هايبرتنشن، ما اعرفش، اعتقد انكم ممكن تكونوا درستوه، بالمونري هايبرتنشن اللي هو زياده الضغط اللي موجوده في البالمونري سيركيوليشن. ريت اوف سيكلينج معتمد على الهيموجلوبين اس ده قد ايه، وهل عندي هيموجلوبين ثانيه في الخلايا ولا لا. يعني مثلا الهيموجلوبين اف اللي هو الفيتال هيموجلوبين اللي كان نجدنا قبل كده في الثلاسيميا اما كان موجود، الهيموجلوبين اف ده طب هو نجدنا ليه؟ حد يفتكر كده؟ افتكره. اما هو لما كان موجود كده وبدا يتكون عندي، قلت لي بيتكون الالفا تمسك كده في الجاما، فالافكتس الوحشه بتاعت الالفا ما بقتش موجوده. ايوه افتكرت. ماشي. طيب بالهيموجلوبين اف هنا ده لو كان موجود ما بيقدرش ان هو، ما بينفعش ان هو يحصل في نفس الموقف ده، وبالتالي ما بيحصلش سيكلينج. فالهيموجلوبين اف ده حاجه جميله، وافتكر الجمله دي هنقولها دلوقتي الابلكيشن بتاعها كمان شويه. طيب ايه اللي ممكن يزود السيكلينج؟ قلنا الاسيدوزز والهايبوكسيا وممكن الديهايدريشن، الامور دي كلها ممكن تزود السيكلينج. وممكن عندي حاجه اسمها هيموليتيك كرايسيس، دي بتحصل هنا كمان بالذات اما بيحصل حاجه اسمها سبلينيك سيكويستريشن. ايه السبلينيك سيكويستريشن دي؟ ان هو انا عندي بيحصل ان السبلين السيكلينج ده والاوكلوجن اللي حاصل في البلاد فيسلز دي قفلك الفينز اللي خارجه مخارج السبلين، بدا السبلين يكبر يكبر يكبر، ما انت خلاص قفلت الطريق اللي خارج، بدا يكبر يكبر يكبر، وبدا ان هو يعمل هيموليسيس اكتر، وبدا ان هو يحصل بولينج. هنشوف الكلام ده كمان شويه، وممكن الموضوع ده يكون سيريوس جدا. فالهيموليسيس هيبقى كتير كتير كتير، السبلين قاعد بيدخل ما بيخرجش، كله عمال بيتكسر بيتكسر بيتكسر. والهيموليتيك كرايسيس برضه ممكن في حالات لو عندي جي 6 بي دي ديفيشنسي مع العيان ده. طب ايه الكلينيكال فيتشر؟ خليني اقول لكم كده. بص، مش انا قلت لكم اول حاجه في بين؟ العينين دول كان بيبقوا اساسا ببين، عمالين بيصوتوا ببين. تمام؟ هو ده مشكلته الاساسيه اللي بيجي لك بيها عاده، يعني نسبه كبيره من العيانين جاي لك بيصوت من البين. هو ايه البين ده؟ بيكون اكيوت بين في الهاندز والفيت، داكتيلايتس، بسبب ايه؟ اوكلوجن موجود عندي في السمول فيسلز اللي موجوده. سيفير بين، اوكلوجن خلاص، اسكيميا موجود، فهتعمل لك سيفير بين. وممكن يكون في اكتر من مكان عندي، اكتر من العظم، الفيمر، هيومرس، الكلام ده كله مفيش مشكله. طيب تاني حاجه عندي في كلينيكال فيتشرز ايه؟ بالمونري هايبرتنشن. بالمونري هايبرتنشن ده قلنا ان هو بيحصل مثلا حوالي 10% من الحالات. سببه ايه؟ هي فكره البالمونري هايبرتنشن ده ان في حاجه مأثره على البالمونري سيركيوليشن من جوه، فبيحصل مثلا سيكلينج، فاسكولوباسي، الكلام ده ممكن يكون يعمل لي بالمونري هايبرتنشن. وخد بالك ان البالمونري هايبرتنشن ده
مشكلته في ايه؟ ان هو مشكله حصلت اصلا بسبب السيكل سيل، ولكنها هتزود اكتر السيكل سيل، لان لما هيكون موجود البالمونري هايبرتنشن هيزود احتماليه الهايبوكسيا، وبالتالي يزود احتماليه الكرايسيس اكتر، السيكل كرايسيس، والموضوع يزيد اكتر. طيب امال ايه الحاجه الكبيره الخطيره قوي 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 اللي كنا اول ما بنشوفها بنحط ايدينا على راسنا ونقول اه يا رب استر؟ حاجه اسمها اكيوت شيست سيندروم، واوعى يلخبطك مع الاكيوت كوروناري سيندروم. الاكيوت كوروناري ده بتاع الهارت، اللي هو بقى المايوكارديال انفاركشن انستابل انجينا والكلام ده. امال الاكيوت شيست سيندروم ده بتاع ايه؟ ده بتاع شيست رئه. ايه حكايه الاكيوت شيست سيندروم؟ اولا ده بيحصل كتير، ممكن up to 30%، وده اخطر حاجة، ممكن تموت العيان. عشان كده كنا اول ما بنشوفه بنحط ايدينا على قلبنا. ايه اللي بيحصل؟ في حاجات كتيرة جدا ممكن تزود الموضوع وتخلي الدنيا بايظة جدا في الشيست بتاع العيان ده. هو اصلا متلصم، ولكن هيبدأ بيجي عندك infection، fat embolism. طب جات منين fat embolism؟ ما هو انا الفازو اكلوسيف كرايسيس دي جت على البون، بدا يبقى نكروتيك وبدا يطلع من جوه وبدا يطلع لي فات امبوليزم، او بدا يحصل عندي حاجه تانية خالص، بدا يحصل عندي بالمونري انفاركشن، بس مش من فات امبوليزم بقى، دي بسبب السيكوستريشن اللي بيبدا عندي. السيكل سيل دي بتبدا عندها تقفل السيركيوليشن بتاع البالمونرز. كل الحاجات دي ممكن تبدا تعملي الاكيوت شيست سيندروم. كل الحاجات دي تبدا تخلي البرفيوجن عندي بتاع اللانج وحش، وتبدا تدخلني في الاكيوت شيست سيندروم. طيب ايه بقى هيبقى بريزنتد بايه؟ هيبقى بريزنتد بديسنيا، شورت اوف بريث. العيان جاي ماشي، شيست بين، طبيعي انت عندك في اسكيميا موجوده هنا، تمام. بايركسيا، انفكشن موجوده، بيحصل عندي انفكشن. هايبوكسيا، ما هو انت عندك خلاص اللنج مش قادره تقوم بوظيفتها بصوره صحيحه. والنيو شيست اكس راي بيبدا يحصل فيها ايه؟ كونسوليديشن، بتبدا الرئه بقى تتحول لكونسوليديشن موجوده عندي، الرئه تبدا تفقد وظيفتها. يبقى عندي العيان ده هلاقيه ان هو عنده ديسنيا وشيست بين، بايركسيا، هايبوكسيا. اعمل له الاكس راي، اول ما اشوف الكونسوليديشن بزعل قوي 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 قوي. البرزنتيشن دي ممكن تكون واحده واحده، ممكن تكون فيري رابيد، ساعات بيجي فيري رابيد ديتيريوريشن، وفي بعض الاحيان العيانين بيموتوا في لا زمن للاسف الشديد. هنعالج العيان ده بايه؟ والله احنا هحاول اصلح كل المشاكل. عندك سيفير بين، اديله حاجه تضيع البين. عندك مثلا هايبوكسيا، على طول اكسجين. عندك انفكشن، على طول ادي انتي بايوتيك ايميديتلي على طول. في الاكيوت ليست ده ما ينفعش انك انت تتردد لحظه انك انت تدي انتيبيوتكس في ساعتها، وبندي انتيبيوتكس عنيفه. طيب عايز اعالج بقى حاجه ما تبقاش مجرد سيمتوماتيك كده ولا سبورتيف، ممكن ببدا اعمل حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن، ان انا بحاول انقل الدم واقلل، اشيل بقى الدم اللي فيه هيموجلوبين اس ده واقلله نسبه الهيموجلوبين اس اللي موجوده عندي دي، تمام. طيب عندي بعد كده حاجه الرابعه، في حاجه اسمها نيورولوجيكال كومبليكيشنز. ايه نيورولوجيكال كومبليكيشنز؟ ما هو نفس الفكره، ان انا عندي في اسكيميا حاصله وانفاركشن والكلام ده، فبيبدا يعمل نيورولوجيكال كومبليكيشنز، ترانزيت اف اسكيميك اتاكس، فيت سيريبرال انفاركشن، اي حاجه بسبب الاسكيميا، بسبب الاوكلوجن اللي بيبدا يحصل عندي في البلاد فيسلز. اما الانيميا اللي هي من اسمها خالص سيكل سيل انيميا، ايه حكايتها؟ والله بص، انا الانيميا دي يعني مش الحاجه اللي هي اللي فارقه معايا قوي بصراحه، انا عندي حاجات ثانيه مصايب فارقه معايا في المرض ده. يعني الانيميا بتكون غالبا ماشيه ستيبل على هيموجلوبين كده 6 7 8، مفيش مشكله خالص. زي ما قلت لك دي اقل اهتماماتي. ممكن يحصل عندي هيموليتيك كرايسيس ويحصل عندي اكيوت فول في الهيموجلوبين، ده بيحصل في حالات السبلينيك سيكوستريشن او البوم مارو ابليزيا، او لو في عندي حاجات تانية تبدا تاثر عندي على البرودكشن او انواع انيميا تانية. ونرجع تاني نتكلم على السبلينيك سيكوستريشن عشان اللي ما فهمهاش مره فاتت نفهمها تاني. يقول لك ايه؟ ده عندي هيحصل ان انا هيتقفل
الباسكليتشر بتاعت السبلين الفينس الخارج، وبالتالي هيبقى في عندي acute painful enlargement، والسبلين ده هيقعد يكبر 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 وعمال بيكسر كل اللي داخله، وهيحصل جواه بولينج، هيبقى عامل زي حمام السباحه كده بولينج للار بي سيز، وهيحصل هايبوفوليميا، عمال يستوعب 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 في دم عمال يدخله. وعشان كده ممكن في بعض الاحيان هيعمل ايه سيركيولاتري كولابس اند ديس، العين هيبقى يدخل في مرحله الشوك ويموت. وبالتالي ناخد بالنا ان سبلينيك سيكويستريشن ده حاجه خطيره جدا جدا جدا، ماشي. لكن الانيميا العاديه ستيبل مفيش مشكله فيها، لكن سبلينيك سيكويستريشن حاجه خطيره جدا، ماشي. الاعراض دي ممكن تيجي والله، بص هي هتيجي غالبا بس مش هتطول. ليه؟ السؤال اللي بيحصل ايه، السبلين ده برضو مع مرور الوقت العيان ده بيبدا يحصل له انفاركشن كتير في السبلين. السبلين كل شويه تيجي حته تروح قافله في الارتري، بقى تقفل من هنا تقفل من هنا تقفل من هنا، لغايه اما في الاخر السبلين هيحصل فيه مالتيبل انفاركشنز، وهيبقى فايبروتيك ونون فانكشنينج. فيبقى عندي السيكوستريشن دي غالبا هتيجي في مرحله الطفوله، بس لما الواحد يكبر شويه غالبا هيكون السبلين حصل له زي اوتو سبلينكتومي، السبلين بتاعك خلاص ما بقاش موجود، بقى حاجه فايبروتيك ومش شغاله اصلا. طيب يبقى سبلينيك سيكوستريشن دي عرفناها. عندي فيه البومارو ابليزيا، بومارو ابليزيا تاني المجرم الفيروس بارفو فيروس ده لو جه هيزود ويعمل لي عندي ابليزيا، ويحصل رابيد دروب في الهيموجلوبين، ومش هيكون فيه ريتيكولوسايتس طبعا، لان انا عندي البون مارو بدا المصنع نفسه وقف شبه الابلاستيك انيميا، وفي الحاله دي ممكن نحتاج بلاد ترانسفيوجن في الوقت ده. طب ايه اللونج تيرم سيكولي؟ والله يعني في كذا حاجه. اول حاجه سستبيليتي تو انفكشنز، لان ليه؟ لان انا عندي العيان ده اصلا اساسا هيكون حصل له اوتو سبلينكتومي، السبلين باظ لوحده ما بقاش موجود كانه اتشال. عندي كرونيك ليج ألسرز بسبب الاسكيميا، وهنا مشهوره قوي، فاكرين لما قلت لكم في السفيروسايتوزس ما تركزش قوي لما اقول لك ليج ألسرز هنا لانها رير، لكن هنا لا دي كومن، ماشي. بتكون فين؟ على الميديال واللاترال ماليولاي. في حاجات بقى مثلا الجول ستونز بيجمنت ستونز عشان الهيمولسيس عادي زي غيرها. طيب اسيبتيك نكروزز بسبب ايه؟ عادي، ما انا عندي فيه اوكلوجن بيحصل عمل لي اسيبتيك نكروزز، وبدا يحصل عندي كرونيك رينال ديزيز، وبدا يحصل بلايندنس، كل الحاجات دي بسبب الباسكولوباسي والفاسكولار اوكلوجن. انفستيجيشنز بتاعتي الهيموجلوبين قلنا 6 7 8 مفيش مشكله، وبيكون عندي ريتيكلوسايتوزز موجوده بنتيجه الهيمولسيس، الا لو حصل ابلاستيك تشينج زي البارفو فيروس لما بيحصل. طيب بلاد فيل هيكون فيه ايه؟ هلاقي فيه الفيتشرز بتاعت الهايبوسبلينيزم وسيكلينج، هبدا اشوف السيكل سيل كده موجوده، وفيتشرز في هايبوسبلينيزم هيبدا كده ايه، في خلايا معينه بتبدا تظهر عندي في السيركيليشن لو السبلين بتاعي مش شغال بصوره صحيحه، ماشي. طب ابدا بقى اعمل لي حاجه بقى حاجات دايجنوستيك، ماشي. هلاقي حاجه اسمها سيكل سوليبيليتي تيست او سيكلينج تيست. هو ايه الحكايه؟ مش الهيموجلوبين اس ده في الاحوال العاديه كويس مفيش منه مشكله، مشكلته كلها ما بيبدا يتعرض لحاجات تحفزه وتخليه مش قادر يقعد على بعضه، او مش قادر خلاص يبدا يبوظ الدنيا. طب ما انا اجرب بره بقى، اخد عينه كده واجربها انا بنفسي، اعرضه انا للمشكله بره واشوف هيحصل ايه. فهجيب عينه من العيان وهجيب ريديوسينج سوليوشن واحطهم على بعض، هيحصل ساعتها تيربيد ابييرنس، ده بسبب ان هو الهيموجلوبين اس هيبدا يتعمل له بريسيبيتيشن، لكن نورمال هيموجلوبين لن يحدث فيه هذا، يبقى ده كده سيكلينج تيست. وطبعا لو عملت الهيموجلوبين الكتروفوريسز هبدا ابص هشوف وهلاقي فيه الهيموجلوبين اس يبدا يكون موجود عندي بنسب متفاوته. في نقطة مهمة ان انا ابقى اشوف العيان ده البيرنتس بتوعه غالبا هكون ان هم العيان دول سيكل سيل تريت، غالبا دول هيكونوا سيكل سيل تريت. فاكرين لما قلت لكم الثلاسيميا من فضلك
لو واحد خلاص عارف ان هو تلاسيميا تريت قبل ما يجي يتجوز، يتاكد ان اللي هيتجوزها مش سيكل سيل تريت، مش تلاسيميا برضو تريت، فهنا برضو من فضلك لو انت العيان ده سيكل سيل تريت بلاش يتجوز واحده سيكل سيل تريت عشان ما يجابوش عيان يكون واخد كل السيمتومز والساينز بتاعته. مانجمنت، احنا اتكلمنا على المانجمنت قبل كده بتاع الاكيوت شست سيندروم، قلنا خلاص قلنا هندي انتي بايوتكس واكسجين وهندي انالجيسك الكلام ده كله. طب في الاحوال العاديه عيان جاي لي بس بالسيفير بين، وده الاكتر يعني، انا عاده العيانين ممكن كنت مثلا كنت في اليوم اشوف لي مثلا 10 عيانين بالسيفير بين بس اللي جايين، وممكن كل اسبوع اشوف لي عيان الاكيوت شيست سيندروم. عالج ازاي؟ اولا عالج وانبع البريسيبيتيتنج فاكتورز، بلاش تعرضه للهايبوكسيا الاسيدوزيس الانفكشن الكلام ده كله. وحابب ادي بقى للعيان بقى البين ايه؟ انترافينوس فلويدز، مش عايز يبقى فيه ديهايدريشن خالص خالص، وحدي انالجيزيا. خد بالك ان الكرايسيس بتكون عنيفه جدا، العينين بيكونوا بيصوتوا بيموتوا. انت لو شفت عيان سيكلر مره وسيكلر سيكلر بجد يعني، وخاصه لو بقاله كتير بيموت الم لا يحتمل. عشان كده ادي لازم مسكن قوي جدا، مش تروح تديله شويه باراسيتامول وقول له هتخف، لا لا يا حبيبي، اديله مورفين از دراج اوف تشويس. ايه ده يا دكتور مخدرات؟ اه مخدرات، ايه المشكله؟ من المخدرات دي اصلا ادويه، ايه المخدرات اتصنعت ليه؟ مش عشان تضيع الالم، مفيش الم اكتر من كده. اديله مورفين، مورفين از ذا دراج اوف تشويس. وخد بالك من نقطه، هتلاقي في بعض الاحيان، في بعض الاحيان في ناس كنا بنشوفهم هم عيانين ادكت، يجي يمثل ويقول لك انا عندي سيكل كرايسيس خلاص، مش قادر. شفناهم كتير، ولكن للاسف الشديد انت مضطر تديله، خلاص ما عندكش حل، لازم تديله، هتديله مورفين، لان انت ممكن يكون العيان في الوقت ده فعلا في سيكل كرايسيس مش هتقدر تسيبه. هو في قاعده عموما المفروض في الطب ان هو نو ادكشن ويز بين، دي قاعده المفروض في الطب، ولكن في بعض الاحيان بيكون ليها استثناءات. يعني المفروض ان انت طول ما انت في عندك وجع مش معرض ان يحصل ادكشن، لان انت بتاخد الحاجه المخدره دي للسبب واضح وصريح دلوقتي، ولكن طبعا القاعده دي مع مرور الوقت ومع ان الواحد يطول لا ممكن تبقى تطلع بره والعيان فعلا يحصل له ادكشن، ودي زي ما قلت لكم شفناها كتير. العيان ده بيحصل له اوتوسبلينكتومي، يبقى بالتالي لازم اتعامل معاه زي العيان اللي هو بتاع السبلينكتومي اللي انا شلته. اوتوسبلينكتومي بسبب السبلينيك انفاركشن اللي موجوده كتير، يبقى في الحاله دي هدي له بروفيلاكسز للانتي بايوتكس، وادي له ممكن كمان ايميونايزيشن للنيموكوكاي والمنينجوكوكاي، ولازم ان انا اخد بالي جدا لان العيان السبلين بتاعه نون فانكشنينج. وطبعا زي كل العيانين اللي عندهم هيمولسيس اوعى تنسى لو سمحت الفوليك اسيد عشان ما تدخلش في ميجالو بلاستيك انيميا. طيب الانيميا اخبارها ايه؟ والله يعني قلنا مش هي اللي قلقانه قوي، مش هي دي مشكلتنا الاساسيه. فلو العيان يعني ما عندوش مشاكل، او لو حتى عنده حاجه بسيطه داخل عمليه بسيطه كده، هيفتح خراج ولا اي عمليه بسيطه جدا، او لو حتى بينفول ابيسودز بسيطه مش حاجه عنيفه جدا، ما مش محتاج حاجه، مش محتاج ترانسفيوجن. امال مين اللي محتاج ترانسفيوجن؟ العيان اللي عنده كومبليكيشنز عنيفه، لان ده انا كده عندي فيه هيموليسيس عنيف وعنده فيه سيكلينج عنيف، انا محتاج اديله دم صحيح اولا عشان اصلح الانيميا اللي موجوده، وكمان بقلل شويه نسبه تركيز الهيموجلوبين اس اللي هو عامل لي المصايب دي. فبدي لمين؟ بدي مثلا في الاكيوت سيندروم، مفيش مصيبه اكبر من كده اوعوا تنسوها، وفي السبلينيك سيكوستريشن والابلاستيك كرايسيس، كل الكلام ده انا بديه علشان اوصل الهيموجلوبين بتاعي يبقى 10، نفتكر الرقم ده تقريبا في كل هيموليتيك انيمياز، وعلشان هيموجلوبين اس يبقى اقل من 30% من التوتال هيموجلوبين. ماشي، في دواء برضو كنا بنديه على طول العينين كانوا كلهم بياخدوه مش ناسيه طبعا، الدواء اسمه هيدروكسي يوريا.
هيدروكسي يوريا انتوا ممكن تكونوا درستوه لو درستوا اونكولوجي، من الحاجات اللي بتستخدم في الاونكولوجي. طب ايه بقى الهيدروكسي يوريا ده انا بستخدمه ليه؟ والله هو ليه ميكانيزم غريب جدا. قال لك ده الهيدروكسي يوريا ده بيزود الهيموجلوبين اف. ايه ده؟ ايه ده؟ انا فاكر انت من شويه يا دكتور قلت لنا على الهيموجلوبين اف ده، قلت لنا الهيموجلوبين اف ده بيمنع حدوث السيكلينج والبوليمرايزيشن. ايوه بالظبط كده، زي ما انت فاكر كده. فهو اما الهيدروكسيوريا ده زود الهيموجلوبين اف ده هيقلل الابيسودز بتاعت البين والاكيوت شيست سيندروم والنيد فور بلاد ترانسفيوجن، لان الامور هتكون افضل. ماشي، ستيم سيل ترانسبلانتيشن بيستخدم ولكن يعني مش زي في عينين الثلاسيميا يعني. طيب يبقى كده عندنا تريتمنت زي ما قلنا، ابعد عن البريسبيتيتنج فاكتور، انترافينوس فلويدز، انالجيزيا عنيفة جدا ويفضل لو كان مورفين، فوليك اسيد، انفكشن بروفيلاكسز، ونعالج الانيميا في حالات معينة بس، والهيدروكسيوريا ده علشان بيزود الهيموجلوبين اف والستيم سيل ترانسبلانتيشن. هما السيكل سيل تريت برضو ما عندهمش سيمتوم زي الثلاسيميا تريت، ما عندهوش سيمتوم، ما فيش مشكلة. بس في السيكل سيل تريت ده بيكون عندي بيتعرض بقى، لو الموضوع كان عنيف قوي 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 بيبدا ان هو يجي له اعراض، بيبقى زي عندي سيفير هايبوكسيا لو كان في نون بريشرايزد اير كرافت، عندي بقى الاكسجين بقى خلاص الاكسجين مش عارف يوصل بصوره طبيعيه خالص، فبيدخل في سيفير هايبوكسيا فبيبدا يحصل عندي المشكله بتاعه السيكلينج. النسبه عاده بتكون 60% هيموجلوبين ايه و40% هيموجلوبين اس. طيب البلاد كاونت وبلاد فيلم في السيكل سيل تريت بيكونوا نورمال طبعا، ما فيهمش مشاكل خالص. فانا عشان اشخصهم هيبقى عن طريق الحاجات السبيسيفيك الواضحه الصريحه اللي هم السيكلينج تيست والهيموجلوبين الكتروفوريسيس. معلش انا عارف المحاضره طويله، فانتوا حظكم معايا دايما، محاضراتي مواضيع كبيره جدا 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 جدا. موضوع يعني موضوع الانيميا اللي انتوا قلتوا لكم على محاضرتين ده يمثل تقريبا يعني تلتين الهيماتولوجي، فنسبه كبيره جدا، فحقكم عليا معلش. طيب ناخد الموضوع الجديد، جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي او ما يطلق عليه جي 6 بي دي ديفيشنسي، واللي من ضمنه ايه؟ انيميا الفول. عشان كده حطيت لكم الراجل الطيب بتاع الفول ده. وليه بقول لك من ضمنه؟ لان لا، في انيميا الفول دي حاجه معينه لازم تكون موجوده عشان نقول ان هو ده انيميا الفول، اللي هي اسمها فافيزم. تمام. وبرضو عشان افكركم حاجه، النكته دي كده طبعا السكرين شوت ده مش منتخب من عندي عشان يعني مش هعمل كده. واحد بيقول ايه؟ السلام عليكم، لو سمحتوا يا شباب مين كتب السبترين لمريض الجي 6 بي دي؟ واحد راح قال له انا يا باشا، راح شايله على طول من الجروب. ليه؟ لانه عمل حاجه المفروض ما تتعملش، هو في رايه عمل جريمه، فراح شايله، شاف ان هو مش المفروض يكون معاهم. يفكرنا بايه الكلام ده؟ يفكرنا ان لو سمحت خد بالك ان في ادويه معينه لعيانين الجي 6 بي دي ما تديهاش، لو سمحت اوعى تعمل كده. ايه بقى حكايه الجي 6 بي دي؟ اقول الجي 6 بي دي ده انزيم، هو اولا هو المرض اسمه ايه؟ جي 6 بي دي ديفيشنسي. يبقى انا عندي مشكلتي في ان الانزيم ديفيشنت، مش مشكلتي خالص في الانزيم، مشكلته ان هو ديفيشنت. ايه حكايته؟ الجي 6 بي دي ده موجود في حاجه اسمها هيكسوز مونوفوسفيت شنط، بيعمل اوكسيدايزيشن الجلوكوز 6 فوسفيت ده الى 6 فوسفو جليسيريت. حلو الكلام؟ مش دي مشكلتي خالص او مش دي الحاجه خالص. الفكره في ايه؟ انه اثناء ما بيعمل كده بيروح مطلع لي اتش هيدروجين، فالهيدروجين دي بتمسك في الناد بي تخليها ناد بي اتش. كلام بايو بقى رحمه الله عليها طبعا، حاولوا تفتكروه. اما طلع لي النت بي اتش دي، ما هو كان في اتش هنا، خدت النت بي وديت النت بي اتش. اما طلع لي النت بي اتش دي، النت بي اتش بنحتاجها عشان تعمل ريدكشن للجلوتاثيون،
والريديوسد جلوتاثيون ده بيحمي الار بي سي وبيخليها كويسه والممبرين بتاعها بيكون كويس. طيب يبقى بقى لو حصل عندي ان الجي 6 بي دي ده كان ديفيشنت، بالتالي الاتش مش هتطلع، وبالتالي مش هيتكون النات بي اتش، وبالتالي مش هيحصل ريدكشن للجلوتاثيون، وبالتالي الحمايه اللي كانت متوفره للار بي سي لن تكون موجوده، وهيبدا ان هي وانس ان هي بدات تتعرض لاكسيداتيف دامج او اكسيداتيف ستريس تبدا انها هيمولايز. يعني ايه اكسيداتيف دامج او اكسيداتيف ستريس؟ يعني انا عندي في بالانس في الجسم بتاعي ما بين الفري اوكسجين راديكلز، حاجه اسمها فري اوكسجين راديكلز، وحاجه اسمها انتي اوكسيدنتس. في بالانس حلو كده، كل ما كانت الانتي اوكسيدنتس كويسه وزياده دي بتدي حمايه للجسم من حاجات كتير، وكل ما كانت الفري اوكسجين راديكلز زياده دي بتضر الجسم. فانا عندي هنا من ضمن الحاجات اللي بتحمي الار بي سيز من الفري اوكسجين راديكلز دي هي الجلوتاثيون، ريدوس الجلوتاثيون اللي هو ما بقاش موجود بسبب الجي 6 بي دي ديفيشنسي. المحاضره بتاعتي معلش فيها بايو كتير وفيها بيزك ساينس كتير، بس هو ده نصيبنا بقى، هنعمل ايه؟ طيب بصوا يا شباب، كلينيكال سيندرومز ايه؟ هنلاقي عندي ممكن اكيوت دراج انديوسد هيموليسيس يوجوالي دوز ريليتد. يبقى ده افتكروا معايا الورقه اللي كانت في الاول دي، اكيوت دراج هيموليسيس، دراج انديوسد هيموليسيس، راح مديله السبترين قال له انا يا باشا راح شايله. تمام، السبترين ده حاجه فيها سلفا، هو من السلفا من الحاجات اللي ممكن تعمل هيموليسيس في الجي 6 بي دي ديفيشنسي، ولكن هو برده ما كانش يشيله، مش احنا قلنا يوجوالي دراج ريليتد دوز ريليتد؟ يعني ممكن خلاص انت اديته جرعه لو سمحت ما تعملش كده تاني علشان ما يحصلش هيموليسيس ونروح كلنا في داهيه. هو مش شرط، هو احتماليه ولكنها مش شرط. طيب تاني حاجه عاملها لكم بالاحمر، فافيزم الانجيشن اوف فافا بينز انيميا الفول. في المرض ده مش اي حد عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي يحصل الفافيزم، لا ده في ناس معينه لو عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي لو اكلوا فول او البقوليات يبدا يحصل عندهم ان هو تحول ان دول يكونوا اوكسيدايزنج ايجنت ويبدا يطلع اوكسجين فري اوكسجين راديكلز وهتعمل ساعتها هيموليسيس، لكن مش في كل العيانين بتوع الجي 6 بي دي. في عندي كرونيك هيموليسيس، كرونيك هيموليسيس نيونيتال جوندس بسبب برضه الهيموليسيس طبعا. عندي برضه قلنا الانفكشن والاكيوت انلس، كل ده ممكن يبريسيبيتيت الهيموليسيس معانا في العيانين بتوع الجي 6 بي دي ديفيشنسي. العينين دول غالبا هيلثي في اغلب الوقت، هيلثي، وحتى يعني كرونيك هيموليسيس غالبا مش بيكون موجود ولا السبلينوميجالي. الهيموليسيس ده مرتبط بحاجات، وانس انه اتعرض لاوكسيداتيف ستريس بيبدا يحصل هيموليسيس، طول ما هو كويس ومش متعرض لحاجه مش حاصل هيموليسيس. وقلنا من ضمن الحاجات دي ميديكيشنز ويل فافا بينز الفول في حالات بس الفافيل. الهيموليتيك ابيسود دي بتكون سيلف ليميت. ليه سيلف ليميتد؟ لان انا عندي اما هيكون عندي في بيحصل تكوين جديد، انا خلاص عندي في خلايا دلوقتي وحشه مفيش مشكله ديفيشنت فيها الانزيمز، بس اما هيبدا عندي يحصل تكوين جديد للريتيكولوسايتس هيكون دي النورمال ليفل بتاع الجي 6 بي دي انزيم، وعشان كده هتكون سيلف ليميتد، مفيش مشكله خالص هنا فيها، الامور هتتحسن وان شاء الله وتبقى كويسة، ولكن طبعا في حالات في بعض الأحيان بتكون سيفير. دي يعني الأدوية اللي ممكن تعمل لي هيموليسيس في حالات الجي 6 بي دي. هنلاقي في أدوية كتير ممكن ما تحفظهاش، عادي جدا إنك أنت ما تحفظهاش، أنا بتكلم طبعا بعد ما تتخرج هتلاقي في حاجات كتير. في أدوية مهمة ممكن تبقى مفكر فيها، بس أنت لو شاكك في حاجة يعني دايما أي دواء أما تيجي تديه شوف كل الميديكال هيستوري بتاع العيان وادخل ودور هل في حاجه من الادويه اللي انت هتديها تتعارض مع الميديكال هيستوري ده ولا لا، لو انت مش قادر تحفظها. يعني مثلا احنا قلنا هنا اهو موست سلفونامايدز اللي هو ايه، انا يا باشا نادر، كينولونز، تافانيك، ليبوفلوكساسين، الادويه مشهوره جدا، تمام، كلورامفينيكول طبعا ما بقاش بيستخدم قوي، في ادويه بتستخدم كتير جدا زي الاسبرين، تخيلوا الاسبرين الدنيا كلها بتستخدمه، الانتي مالاريالز، يبقى دي مشكله كبيره عندنا في دول افريقيا بالذات،
وطبعا احنا عارفين ان حتى في انتي مالاريالز ممكن بتستخدم في بعض شويه حاجات الروماتولوجي مع شويه ادويه تانية كده. يعني من فضلك اما تيجي كده ايه، اما تتخرج وتيجي تشك في دواء، ادخل على اي ريفرنس وتاكد هل الدواء ده متعارض مع حاله المريض ولا لا. اللاب فايندنجز بين الهيموليتيك ابيسودز الامور تمام، ما عنديش مشكله خالص. اثناء الهيموليسز نفسها الهيموجلوبين هينزل، بس غالبا بينزل جامد قوي، ولكن هيكون في ريتيكولوسايتوزس. ليه؟ ريسبونس الهيموليسز بيحاول يلحق نفسه ماشي، وهيكون طبعا عندي في انكريز سيرم بيليروبين زي اي هيموليسز، يعني كلام مش محتاج كلام كتير القصه دي. في بعض الخلايا كده كلام كلينيكال باثولوجي شويه ممكن يقول لك يبقى ظاهر حاجه اسمها بايت سيلز، حاجه اسمها بليستر سيلز، هاينز بوديز، الكلام ده ممكن يكون موجود، ده كلام شويه كلينيكال باثولوجي اكتر منه بطنه بصراحه. هتقيس بقى، انا عايز اشوف الليفل بتاع الجي 6 بي دي انزيم اخباره ايه، هقيسه والاقيه قليل، ولكن خد بالك ممكن يكون فولسلي نورمال، ممكن يكون طبيعي وهو طبيعي بصوره خاطئه. ليه؟ لو عملته اثناء او بعد الهيموليتيك ابسود بفتره بسيطه. طب ليه؟ ما احنا لسه قايلين انا بخلق كتير في الوقت ده ايه، ريتيكولوسايت. ريتيكولوسايتوزيس دي واحنا قايلين ان الريتيكولوسايت اخبارها ايه، الريتيكولوسايتس في الانزيم فيها كويس مفيش مشكله، فبما انه موجود كويس مفيش مشكله، وعشان كده قلنا انها سيلف ليميتد، يبقى انا عندي محتاج ممكن استنى فتره بعد كام اسبوع كده بعد الهيموليتيك اتاك ما تحصل علشان اقول اه ده هنا كده الليفل بتاعي هو ده الليفل الحقيقي، وما تخدعش اما يطلع لي الليفل صح في وقت الاتاك او بعدها على طول. مانجمنت، شوف ايه الدراج لو سمحت يا نادر ما تعملش كده تاني، ولو في انفكشن هي كانت السبب عالجها، لو كان العيان عنده هيموليسيز عنيف جدا لو سمحت اعمل له بلاد ترانسفيوجن، واخيرا سبلينكتومي يعني عاده ما لهاش قيمه قوي، احنا مشكله عندنا في الانزيم ده اما بتعمل سبلينكتومي مش فارقه قوي. عندي حاجه شبهها اسمها بايروفيت كاينيز ديفيشنسي، شبهها ده بعد الجي 6 بي دي الموست كومن، ده السكند موست كومن بعده. بيحصل عندي ان الاي تي بي بي ال، وبالتالي الار بي سي بتبقى ريجيد، بيكون في عندي هيموليتيك انيميا وسبلينو ميجالي. ناخد بالنا هنا كده السبلينو ميجالي، عشان كده العيان ده اصلا ممكن لو عملت له سبلينكتومي ممكن يستفيد منه. الانفستيجيشنز هلاقي عندي الانيميا بكل اشكالها العاديه خالص، وهنلاقي كل الاعراض بتاعت الهيموليسيس مفيش مشكله، ولكن في البايروفيت كاينيز في حاجه مميزه. ايه هي؟ هتلاقي اكسجين ديسوسيشن كيرف برضه في الفسيولوجي رحمه الله عليه، افتكروا الاكسجين ديسوسيشن كيرف هيحصل شيفت تو ذا رايت نتيجه زياده 2 3 دي بي جي. ايه ده ايه ده ايه ده، انا فاكر 2 3 دي بي جي ده مش ده اللي انت قلته في المحاضره اللي فاتت اللي بيزود الافينيتي بتاعه التيشوز الاكسجين؟ بالظبط كده. يبقى انا عندي هيحصل في الحاله دي ان ال 2 3 دي بي جي هيزيد ويزود الافينيتي للاكسجين، وده هيقلل لي السيفيريتي والسيمتومز بتاعه الانيميا. وحته برضو كلينيكال باثولوجي كده ان هو في عندنا بريكل سيلز، حاجه اسمها بريكل سيلز هتبقى موجوده في البلاد فيلم، وطبعا الريتيكولوسايتوزز نتيجه البليدنج. لو بصيت على البايروفيت كاينيز ليفل او اكتيفيتي هتلاقي ان هو قليل ماشي. مانجمنت بلاد ترانسفيوجن لو العيان عنده سيفير انيميا او في انفكشن او بريجننت، وممكن نعمل برضه سبلينكتمي العيان ده، ما تنسوش انه عنده سبلينو ميجالي. ايه بعد كده؟ عندي بعد كده حاجه اسمها اوتو اميون هيموليتيك انيميا. اوتو اميون هيموليتيك انيميا ماشي، ايه الاوتو اميون هيموليتيك انيميا دي؟ من اسمها هيموليتيك انيميا نتيجه اوتو اميونيتي، بيحصل انكريز سيل ديستركشن نتيجه اوتو انتي بوديز. ده هيكون عندي، فاكرين بقى ما قلت في اول المحاضره، انا عارف انكم ممكن تكونوا ناسيين، عندي في تيست اسمه كومز تيست، دايركت انتي جلوبولين تيست. كومز تيست ده بتكون عندي بوزيتيف في الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، ده بيديتكت الاوتو انتي بودي على السيرفيس بتاع الار بي سيز. في منها انواع، في وورم اوتو اميون هيموليتيك انيميا وكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا وميكسد. متقسمه على اي اساس؟ متقسمه على اساس ان هو بيحصل امتى الانتي بودي اللي بيضرب ده،
هل في حراره الجسم العاديه اللي هي الورم، ولا في اللور تمبريتشر اللي هو الكولد. بصوا بقى، شايفين الجدول اللطيف ده؟ كان في عندنا استاذنا في طب عين شمس الدكتور اسامه محمود، ربنا يديله الصحه، كان بيدرس لنا يقول لنا ايه، بصوا بقى الورم والكولد انا عايز افكرها لكم بحاجه، هيفكرها لنا بايه؟ الورم عندي فيه الانتي بودي هنا هتلاقيه اي جي جي، وفي الكولد اي جي ام. احنا طبعا قلنا الحراره فوق اهي، الورم في 37 والكولد في اقل من 37. طيب الانتي بودي عشان افتكره بتاع الورم والكولد ايه؟ قال لك الورم سخنه فالاي جي جي بتاعها جي جهنم، والام ساقعه، الاي جي ام ايه؟ مسقعه. طبعا انا فاكرها من ساعه ما كنت طالب، فبرضه بفكرها لكم تاني. تمام، يبقى الاي جي جي دي في الورم جهنم، والام مسقعه كولد. ماشي، طبعا في السخن هتلاقي الكومس بادي ده سترونجلي بوزيتيف، وفي الورم والكولد هتلاقيها بوزيتيف، ما هو السخن هيبقى سخن معاك في كل حاجه. وبرضو هنقول ان الحاجات بتاعت جهنم دي والسخنه دي اسباب ساخنه زيها، هنلاقي ان العيان عنده كلها اورام، كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا وليمفوما، هودجكين لينفوما، كارسينوما، حاجات مصايب. حتى اللي مش اورام حاجات مقرفه، اوتو اميون ديزيز، سيستميك لوبس بكل المصايب بتاعتها، حاجات بصراحه سيئه جدا جدا جدا. وعشان كده جهنم ماشي اسباب ساخنه. وبرضو نيجي نقول ان احنا الاسباب الثانيه بارده، واذا ذكر البرد ذكرت الانفكشنز، فيبقى عندي انفكشنز مونونيوكليوزز، مايكوبلازما، فايرال انفكشنز، الحاجات دي كلها ممكن تكون موجوده. تمام، نحاول نفتكر بالطريقه دي. طبعا الليمفوما ممكن تكون هنا برضو، ولكن الليمفوماز اكتر في الورم. الورم اوتو اميون هيموليتيك انيميا موجوده في كل الاعمار وفي كل الاجناس، ولكنها اكتر في الميدل ايجد فيميلز. بيكون عندي في انيميا وجوندس زي اي هيموليتيك انيميا، مفيش مشكله، ولكنها بتكون شورت ديوريشن وبتبدا تبقى ريميت اند ريلابس. والسبلين مي بي بالبابل، ممكن يكون عندي السبلين في الاحبال دي كبير شويه. انفستيجيشنز، اول حاجه ايفيدنس في هيمولايسيس. الهيمولايسيس بقى خلاص، عيان ده بيكون فيه عندي انيميا، بيكون فيه بيليروبين عالي، مفيش مشكله. سفيروسايتوزيس موجود. افتكرت انت عشان كده قلت لي ان انا لازم بعمل كومس تيست عشان افرق ما بينها وما بين الهيريديتري سفيروسايتوزيس. حلو جدا، تمام تمام شكرا. طيب بعد كده الكومس تيست بوزيتيف، واللي موجود عندي اي جي جي جهنم، ميدي وور. الاوتو انتي بوديز خد بالك ان هي ممكن تكون ضربه الار اتش، وخد بالك ان ده كده هيعمل لي مشكله لما هاجي اعمل ماتشنج لو حبيت انقل دم، عشان هلاقي ان انا الماتشنج مش عارف اعمله. كل لما اجي اعمل ماتشنج يقول لك انكومباتبل انكومباتبل. ممكن يكون عندي معاها اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا او نيوتروبينيا، ودي كده تبقى حاجه اسمها ايفانس سيندروم، ايفانس سيندروم. وفي الاخر بدور على السبب فاعمل ابدومينال سي تي عشان لو في ليمفوما او حاجه اشوفها. يبقى الانفستيجيشنز بتاعتي ايفيدنس اوف هيموليتيك انيميا خلاص عرفتها، وبعد كده بشوف السفيروسايتس اللي فرقتها بالكومس تيست على السفيروسايتوزز، ولقيت الاوتو انتي بوديز الموجوده عندي، وكمان الابدومينال سي تي، وان تنساش لو سمحت الايفان سيندروم لو في عندي زيها اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا او نيوتروبينيا. مانجمنت، بص يا سيدي، كورتيكوستيرويدز افكتيف، حلو جدا، بتعمل ريميشن في 80% من الحالات الحمد لله. سبلينكتومي افكتيف، حلو حلو جدا تمام، ولكن لو سمحت خد بالك لو هتعمل سبلينكتومي نفس الكلام، اوعى تنسى طعم قبلها عشان الانكابسيت اورجانيزم، وهندي بروفيلاكتيك انتي بايوتكس. تمام، ولكن يعني في ناس قلنا ما بتفضلوش قوي علشان الاوتكم مش مضمون قوي. ايه اللي كويس لطيف لو الاسترويدز ما جابتش نتيجه؟ حاجه اسمها ريتوكسيماب، واحنا طبعا عارفين اتكلمنا عنه قبل كده كذا مره، اكيد سمعتوه كتير. بلاد ترانسفيوجن، ممكن نكون محتاجين بلاد ترانسفيوجن لو كان في سيفير انيميا، ولكن خد بالك ان انت ممكن تدي بلاد ترانسفيوجن كومباتيبلتي تيست كومبليكيتد
complicated by the presence of red cell autoantibodies. يعني تاخد بالك احنا قلنا في مشكله ان الكومباتيبلتي تيست هتبقى مشكله. لو جيت تعمل كومباتيبلتي تيست مشكله، هتيجي هيقول لك لا ده ايه ده؟ ده العيان ده الفصيله غير متوافقه. امال الكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا اخبارها ايه؟ اي جي ام مسقع ماشي، الحراره 4 مش في حراره الجسم العاديه، مش في ال 37 اوكي. خد بالك من حاجه، في الطبيعي انا عندي اصلا حاجات من دي في جسمنا موجود ولكن بنسب بسيطه. بيحصل ان الحاجات دي بتعمل اجلوتينيشن بسيط كده في الكولد بريفرز، ولو حصل لها اكتيفيشن بالكومبلمنت بتبدا يحصل انترافاسكولار هيموس. ده في الطبيعي حاجه نسبه بسيطه جدا ولا تؤثر، وايه سيمتوماتيك ده عند اي عيان عند اي شخص عادي جدا. ولكن عندي بعد سيرتن انفكشنز، احنا قلنا اذا ذكر البرد ذكرت الانفكشنز تمام، هيحصل عندي تزيد الكميه دي، تزيد الحاجات دي اللي هي ممكن كانت بصوره بسيطه موجوده واي سيمتوماتيك، وهيحصل عندي اجلوتينيشن ويحصل هيموليسيس. اوكي خد بالك من الجمله اللي انا عاملها بس بالاحمر دي اللي هو اكتيفيشن اوف كومبلمنت، دي مهمه جدا ماشي. طيب الانفستيجيشنز عادي ايفيدنس اوف هيموليسيس حافظينه. هنبدا نشوف برضو الدايركت كومز تيست موجود هيكون بوزيتيف، المونوكلونال انتي بوديز اي جي ام خلاص حافظين، وهنبدا نشوف الريد سيل اجلوتينيت دي في الكولد روم تمبريتشر. ولكن لو بدات انك انت تسخن السامبل هتلاقي الاجلوتينيشن ده هيروح. اوكي يبقى احنا عندنا الهيموليسيس موجود بكل ما فيه انيميا وهايبربليبيميا وكده، وعندنا الكومز تيست هيكون بوزيتيف، وعندنا المونوكلونال اي جي ام، وهنبص نشوف الاجلوتينيشن ده موجود في البريفيرال الموجود لو شفناه في السامبل، ولو هتسخناها او خلينا الحراره عليت شويه هنشوف الاجلوتينيشن ده يروح. مانجمنت، عالج السبب ماشي، وابعد عنه خليه ما يجيلكش اصلا ماشي. ستيرويدز ان افكتيف في الورم كانت افكتيف، هنا ان افكتيف. امال مين اللي افكتيف في الاثنين؟ الريتوكسيماب حلو افكتيف في الاثنين مفيش مشكله. بلاد ترانسفيوجن ممكن اديه تمام، ولكن لو سمحت لما تيجي تدي بلاد ترانسفيوجن خليه في ورم انفايرمنت، بلاش بقى ايه يبقى كده الجو صيف وتشغل التكييف على اخره وتبهدل الدنيا، لا لو سمحت خليه ورم انفايرمنت. ولو سمحت ناخد بالنا برضو ان الكومباتيبلتي تيست برضو هيحصل عندي مشاكل بسبب الاوتو انتي بوديز الموجوده. دراج انديوزد هيموليتيك انيميا، عندي بعض الدراجز اللي بتعمل هيموليتيك انيميا في ادويه كتير، يعني اشهرها بالنسبه لنا الكيفالوسبورينز ده الموست كومن، في مجموعه من الادويه ثانيه كتير بتعمل مفيش مشكله، يعني مش مهم قوي انك انت تحفظها. طيب انا هعرف منين ان حصل ده؟ ما هو انا صعب جدا ان انا اقول للعيان انا شاكك ان هو خد درج وعمل لي هيموليتيك انيميا، اقول له طب خده تاني كده وريني. الله طب ما انت ممكن توديه في داهيه وما عنديش اختبارات ان انا اختبر بيها كل درج هل هو ده عمل كده ولا لا. فانا هشخص ازاي؟ اول حاجه هبدا اربط الوقت بالحدث، ان هو اقول ان حصل عندي هيموليسيس بعد الدواء الفلاني. بعد كده انا مش عارف اختبر الدواء ده شخصيا، بس اعرف اختبر الحاجه من فوق اللي هو الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، او سوري الاميون هيموليتيك انيميا، فهيبقى هعمل ايه؟ كومز تيست هلاقيه بوزيتيف ماشي. واخر حاجه ان انا هروح موقف الدواء هلاقي العيان بيتحسن، يبقى انا كده شخصت. يبقى انا اول حاجه واخر حاجه دي مش تشخيص واضح 100%، اللي هو انك انت ايه ربطت شويه مع الدواء شكيت ان هو السبب، او انك انت شلت الدواء فما بقاش فيه اعراض، ولكن اللي بياكد لي او بيزود لي ان هو يكون بوزيتيف كومبس تيست. اخر حاجه عندي هنقولها او اخر حاجتين هنخلص خلاص، حاجه اسمها باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا كاتب لكم ايه؟ نزيف وتجلط مع بعض. هيحصل ايه؟ ابيسوديك هيموجلوبينوريا، الهيموجلوبين عمال ينزل في اليورين، وثرومبوزز الاثنين مع بعض ماشي، وفلو سايتومتري فحص اسمه فلو سايتومتري هيلاقي عندي في ديفيشنسي في السي دي 55 والسي دي 59.
بشك فيها في حالات الهيموليتيك انيمياز with or without pancytopenia. ليه بقى with or without pancytopenia؟ لان المرض ده بيأثر على الستيم سيل من بدايتها، وبالتالي ممكن يكون فيها pancytopenia. ونفتكر في اول خالص المحاضره اما كنا بنتكلم عليها في الاول خالص الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا اللي هي البي ان اتش، كنا حطينا من الحاجات بتاعه الديفرنشال دايجنوز بتاعه الابلاستيك انيميا والبانسايتوبينيا. يبقى ما ننساش ده نزيف وتجلط مع بعض. كلينيكال فيتشرز بتاعتي هيكون في عندي ساينز بتاعه انترافاسكولار هيمولسيس كلها موجوده. عارفين طبعا ساينز بتاعت انترافاسكولار هيمولسيس، العيان بقى انيميك وهايبر بيليروبينيميك وكده. وطبعا ما ننساش انترافاسكولار هيمولسيس بيكون معاه ديكريزد هابتوجلوبين وهيموبيكسين وهيموجلوبينوريا، ما ننساش. ولكن مش نزيف بس، في فينس ثرومبوزز، فينس ثرومبوزز موجود. ناخد بالنا من اسمها ان الهيمولسيس بيكون باروكسيزمال نوكتورنال. باروكسيزمال يعني ايه؟ بيروحوا بيه كده نوكتورنال، بيجي بالليل هيموجلوبينوريا. يبقى في عندي العيان بيجيب دم احمر في اليورين بالليل، يبقى هيقول لك ان اليورين void at night وان ذا مورنينج اول ما بيصحى كده هو ده اللي بيكون فيه دم احمر. في نظريات كتير مش مهمه دلوقتي سببها ايه، ولكن هو ده من اسمها كده، هو بتيجي كده بيتضرب بالليل، بيتضرب بالكومبلمنت بالليل. وخد بالك لما بقول لك بيتضرب بايه، قلت بالكومبلمنت، بالكومبلمنت، ركز معي. طيب الهيموليسيس ده precipitated بالإنفكشن أو iron therapy أو surgery، أي حاجة مش هتفرق. الثرومبوزز ما احنا قلنا نزيف وتجلط في نفس الوقت، حاجتين عكس بعض. الثرومبوزز بيحصل عادة في أماكن غريبة، ما هو إيه المرض اللي عمال يجيب لي هيماتوريا بالليل ده أو هيموجلوبينوريا بالليل ده؟ يبقى هيحصل برضو في أماكن غير معتادة. هيحصل مثلا في الهيباتيك باد كياري سيندروم، هيباتيك فين او ميزنتريك او سريبرال فينز. انفستيجيشنز، اول حاجه ايفيدنس للانترافاسكولار هيمولسيس اللي هو الانيميا، هايبر بيليروبينيميا، الهيموجلوبين بيحصل ريدوسد هابتوجلوبين وهيموبيكسين، وما يبقوا الاثنين ريدوسد هيحصل هيموجلوبينوريا. ماشي، عملت فلو سيتومتري لقيت حاجه اسمها ديفيشنسي في سي دي 55 والسي دي 59. هما ايه اصلا سي دي 55 والسي دي 59؟ دول ليهم complement inhibitory properties، وانا قلت لك ان هو اصلا الكومبلمنت هو اللي بيضرب هنا وبيعمل هيموليسيس. وبالتالي لو حصل عندي congenital deficiency في CD55 وCD59 هيحصل عندي complement يشتغل ويضرب ويحصل عندي المشاكل دي والهيموليسيس ده. البومارو ده بيكون هايبوبلاستيك او ابلاستيك. ليه؟ لان المرض ده يا جماعه قلنا شغال على الهيماتوبويتيك ستيم سيل ديس اوردر، ده شغال على الستيم سيل على الاصل، شغال على البون مارو من اصله خالص، مش ضارب عندي بس الار بي سيز، لا ده شغال على الستيم سيل من اصله. وعشان كده بدا ردود افعال غريبه، البليتلتس مش يقللها، لا ده يخليها مجنونه، تبدا ان هي يحصل ثرومبوزز وممكن يحصل عندي كمان ليوكوبينيا وانفكشن. المانجمنت مايلد كيس نو انترفينشن، لو كانت سيفير كيس عندهم بقى مايلو ديسبليزيا وابلاستيك انيميا الكلام ده ساعتها هنعمل ستيم سيل ترانسبلانتيشن. طيب لو كان بقى في سيفير هيموليسيس وبرضه مش هعمل ستيم سيل ترانسبلانتيشن، ممكن اعمل ايه؟ ادي دواء اسمه ايكولي زوماب. تمام، هندي الدواء ده، الدواء ده عباره عن ايه؟ ده مونوكلونال انتي بودي اجينست الكومبلمنت. ما احنا قلنا مشكله اصلا في الكومبلمنت اللي بيكسر، فانا هدي حاجه ضد الكومبلمنت، فما هديها هيحسن كل حاجه، الهيموليسيس والثرومبوزز ريسك والكلام ده كله هيتحسن والامور هتبقى كويسه جدا. يبقى احنا الكومبلمنت هنا هو كلمه السر، الدواء اللي اديته اجينست الكومبلمنت صلحها، والحاجات اللي كانت بتعمل انبيشن للكومبلمنت اما غابت هي اللي جابت المرض. تمام، اهي الحاجات اللي كانت بتعمل انبيشن للكومبلمنت اما غابت حصل فيها كونجنتال ديفيشنسي هي اللي جابت المرض. تمام، ممكن ادي كورتيكوستيرويدز حلوه جدا هجيب نتائج، وبما ان عندي في ثرومبوزز ممكن يحصل فممكن احتاج انتي كواجيليشن، سواء ساعه الاتاك نفسها ما بيحصل ثرومبوزز
او لونج تيرم انتي كواجيليشن لو العيان بقى ايه كان عنده ريسك عالي وبدا يحصل ريكرنت ثرومبوز. اخر حاجه خالص هقولها لكم الميكانيكال هيموليتيك انيميا. ميكانيكال هيموليتيك انيميا دي ده بيحصل عندي ريد سيل انجري ميكانيكالي، بيحصل لايسز ممكن يحصل في ساعتها تتكسر او تتعور كده ويحصل بعد كده ريسيلينج، تبدا تتغطى تاني بالسيل ميمبرين وبيبقى شكلها كده ديستورتد مش طبيعي، بتدي شكل فراجمنتس. فدايما انا بقول لك فراجمنتد ار بي سيز بتبدا تتكلم في الميكانيكال كوزز ميكانيكال هيموليتيك انيميا لما تقرا كلمه فراجمنتس او فراجمنتد ار بي سيز. اوكي، ففي الحاله دي هتبدا ان هي يحصل لها هيموليسيز، ودي الحاجات الار بي سيز دي لو ما كانتش اتكسرت على طول بدايركت افكت، اما هتروح الريتيكولو اندوثيليال سيستم والسبلين هتتكسر بسهوله. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي كرونيك اللي تعمل لي ميكانيكال هيموليتيك انيميا؟ عندي ممكن دامج ارتفيشال هارت فالف، الدم عمال يعدي عليها كل شويه كل شويه على الهارت فالف ده، وبس يكون ارتفيشال فالف طبعا فالف سناي، وبدا يبوظ فكل ما تعدي عليها تتخبط وتتعور تخبط تتعور تخبط تتعور وتتكسر. تمام، عندي حاجه بعد كده اسمها مارش هيموجلوبينوريا، الناس اللي بتمشي كتير قوي او بتجري كتير قوي ده ممكن يحصل ان الار بي سيز اللي موجوده في الفيد تتكسر. وفي عندي حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، من اسمها كده مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، يعني في عندي البلاد فيسلز الصغيره العليله مايكرو صغيره انجيوباثيك فيها ديزيز، كبلاد فيسل في ديزيز البلاد فيسلز الصغيره العليله بيحصل معاها هيموليتيك انيميا. دي اما بيكون عندي في مشاكل في البلاد فيسلز دي بتعمل هيموليتيك انيميا. في حالات ايه؟ حالات المالجنت هايبرتنشن، حالات الاكلامبسيا، كل الحاجات طبعا انتوا درستوها في حاجات ثانيه. مالجنت هايبرتنشن درستوه اعتقد مع الكارديولوجي غالبا، او هتلاقوا برضو ممكن درستوه شويه في الاندوكراين. الاكلامبسيا طبعا درستوها مع النساء، الهيموليتيك يوريميك سيندروم والتي تي بي والدي اي سي، كل الحاجات دي انتوا درستوها في امور اخرى. فكل الحاجات دي بيكون عندي مايكرو انديوباثيك هيموليتيك انيميا، دي برضو هتكسر، هيحصل ان البلاد فيسلز نفسها هي السورس اوف تروما اللي بتكسر في الار بي سيز. طبعا انا بشكركم جدا 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 للمره اللي معرفش الكام كتير قوي بصراحه، يعني انكم سمعتوني واستحملتوني ويعني الحمد لله خرجنا من المحاضره سالمين امنين غانمين غانمين، ما حدش حصل له حاجه الحمد لله خالص. يعني يا رب يا رب يكون، وهو كده انتوا رافعين ايديكم بتدعوا لي ان انا قلت لكم معلومات فادتكم وتفتكروها وانتم دكاتره، مش تكونوا بتدعوا عليا وتقولوا حرام عليك جبت لنا معلومات وصدعتنا وبهدلتنا. شكرا جزيلا لاستماعكم، وان شاء الله القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.